نبدأ؟ بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا ونبينا محمد عليه أفضل الصلاة والتسليم. أعزائي الطلاب والطالبات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا ومرحبا بكم في المحاضرة المباشرة الثالثة والأخيرة في مقرر الإدارة العامة، والتي سنتناول فيها بمشيئة الله تعالى مراجعة كما عودناكم في محاضرة البث المباشر الأولى ومحاضرة البث المباشر الثانية. إن شاء الله النهاردة هتكون المراجعة متعلقة بالرقابة في الإدارة العامة والموازنة العامة للدولة والموارد البشرية والإصلاح الإداري. طبعا يا جماعة احنا سجلنا 18 محاضرة، اعتقد ما تم تحميله لحضراتكم الى اليوم 17 محاضرة، في 17 محاضرة موجودين في لحضراتكم على البلاك بورد. ان شاء الله في محاضرة ستحمل لكم ان شاء الله خلال هذا الاسبوع، وهو بقية الإصلاح الإداري، ودوت بالكامل المقرر بالكامل. ان شاء الله هنتوقف في المقرر بتاعنا عن قضية الإصلاح الإداري في الإدارة العامة، ودوت آخر موضوع من موضوعات المقرر. طبعا في محاضرة البث المباشر الأولى تم تناول مراجعة على التخطيط في الإدارة العامة، وعلى التنظيم في الإدارة العامة، وعلى الفصل الأول اللي هو المتعلق بطبيعة الإدارة العامة. المحاضرة البث المباشر الثانية تم المراجعة أعتقد على التنظيم والتنظيم في الإدارة العامة. محاضرة البث المباشر الثالثة والأخيرة إن شاء الله هنراجع فيها على الرقابة في الإدارة العامة، الموازنة العامة في الدولة، والموارد البشرية، والإصلاح الإداري، ودوت آخر أربع فصول موجودين عندنا في المقرر. طبعا في قضية الرقابة مبدئين كده يا جماعة، قبل ما بندخل الموضوع بتاعنا والأسئلة كما عودنا حضراتكم، الأسئلة اللي أنا بنزلها لحضراتكم دي أنا بيتم المراجعة في شكل أسئلة تسهيلا لحضراتكم علشان تقدروا تستوعبوا المقرر في صورة أسئلة، والغرض منه اللي احنا نوضح وان احنا نشرح مش نسرد أسئلة فقط، وبالتالي أي شرح أنا بقوله لحضراتكم داخل المحاضرة حضراتكم مطالبين بيه. يعني مثلا مش لازم اجيب لك السؤال في الاختبار النهائي بشكل مباشر وبشكل بنفس الصورة اللي موجودة داخل المراجعة، ممكن اجيبه باي طريقة، ولكن ان شاء الله اوعدكم ان معظم الاختبار سيتم تناوله من داخل هذه المحاضرات بشكل كبير. وطبعا اعتقد اللي هيكون عندكم بعد هذه المحاضرة رصيد كافي، بالإضافة للاختبار الفصلي، بالإضافة إلى الواجبات، سيتم وجود عند حضراتكم، هيكون موجود رصيد كافي كبير جدا من الأسئلة المتعلقة بالمقرر، ودوت هتساعدكم بشكل كبير على اجتياز المقرر إن شاء الله تعالى بتفوق ونجاح كبير. بالنسبة للرقابة في الإدارة العامة، ودوت أول أسئلة هتكون متعلقة بالرقابة. طبعا احنا واحنا بنتكلم في الباب المتعلق بوظائف الاداره، اتكلمنا عن ايه؟ اتكلمنا عن وظيفه التخطيط، اتكلمنا عن وظيفه التنظيم، اتكلمنا عن وظيفه القياده، اتكلمنا عن وظيفه الرقابه، اربع وظائف اساسيه من وظائف الاداره العامه. واحنا كنا بنتكلم وبنقول ان وظائف الاداره هي ثابته، وتخطيط وتنظيم وتوجيه ورقابه، سواء كانت في اداره الاعمال او في الاداره العامة. تم حضراتكم أخذتوا أسئلة في مراجعة البث المباشر الأولى والثانية على التخطيط، واتكلمنا عن التنظيم، واتكلمنا عن المركزية واللامركزية، واتكلمنا عن القيادة. النهاردة هنكمل في الرقابة. لما بنتكلم على الرقابة يا جماعة، يعني كلمة رقابة، يعني أول سؤال كما واضح قدام حضراتكم موجود فيه التعريف بس مش بشكل كامل، اللي هو تقتصر عملية الرقابة على قياس النتائج الفعلية ومقارنتها بالمعايير وتحديد الانحرافات. تقتصر عملية الرقابة على قياس النتائج الفعلية ومقارنتها بالمعايير وتحديد الانحرافات. طبعا السؤال اللي واضح قدام حضراتكم كده للوهلة الاولى، لو واحد مش مركز بشكل كبير ممكن يقول عليه صح، لان هو الرقابة بتعتمد او بتهتم بقياس النتائج الفعلية ومقارنتها بالمعايير وتحديد الانحرافات، ودوت شيء صحيح، ولكن لا تقتصر فقط على ذلك. فالرقابة الغرض منها اللي هو قياس النتائج الفعلية، مقارنة النتائج الفعلية بالمعايير التي تم وضعها، اللي أنا بحدد الانحرافات، بعد كده بعد تحديد الانحرافات بعمل ايه؟ بحدد أسبابها وعالجها.
يعني شوفوا الرقابة عملية شاملة لا تقتصر فقط على قياس النتائج الفعلية ومقارنتها بالمعايير وبحدد الانحرافات، لا ده بتشمل كمان سبب حدوث هذه الانحرافات ومعالجة هذه الانحرافات والاستفادة من هذه الانحرافات مستقبلا في الخطط المستقبلية. وطبعا دوت السؤال الاول يعد سؤال اجابة خاطئة، سؤال اجابته خطأ. طبعا بالفصل المتعلق بالرقابة كنا بنتكلم، قلت لحضراتكم مثال على الرقابة، احنا بنتكلم تخطيط تنظيم توجيه رقابة. تخطيط حضرتك، هنفترض مثال على حضرتك عندك مؤسسة معينة، هذه المؤسسة بوضعت خطة معينة قائمة على هدف ان انت تزيد ارباحك بنسبة 20%، تزيد ارباحك بنسبة 20%، يبقى الهدف اللي انت بتشتغل عليه اللي انت عايز تزود ارباحك بنسبة 20% خلال عام او خلال عامين. بعد كده بتعمل تنظيم اللي هو كيف يتم الوصول الى 20% وتوزيع الاعمال وبناء الهيكل المناسب لتحقيق الهدف الموجود. بعد كده بتعمل توجيه للموظفين وبتعمل ارشاد للموظفين بالشكل اللي انت تساعدهم على تحقيق الهدف اللي احنا اللي تم وضعه قبل كده. بعد كده الرقابة بنقول ايه؟ بنقارن اللي كان موجود في الخطة بما تم تنفيذه فعلا وتحديد الانحرافات واسبابه ومعالجته. انا كنت عايز 24% ربحت 10%، ما تم تحقيقه فعلا 10%، يبقى في فجوة سلبية. كنت عايز اوصل ل 20% ارباح توصلت الى 10% فقط ارباح، يبقى في فجوة 10%. هذه الفجوة ديت لا تقتصر عملية الرقابة على ذلك فقط، ولكن بنقول ايه هي اسباب انخفاض الارباح، او هو ايه هي اسباب عدم تحقيق الخطة بشكل كامل الاسباب، وبعد كده اعالج هذه الاسباب مستقبلا والاستفادة من الاخطاء. وبالتالي دوت السؤال الاول، واحنا قلنا لحضراتكم الغرض من الاسئلة ليس سرد، ولكن احنا عايزين نوضح امور مهمة كبيرة جدا. السؤال الثاني، واعتذر من الصوت لو كان في برد، يعني لو ياريت يكون الصوت واضح بالنسبة لحضراتكم. بالنسبة لي السؤال الثاني، يتمثل الهدف الرئيس من الرقابة في اكتشاف الاخطاء داخل المؤسسة. غالبا عملية الرقابة وعملية المتابعة مرتبطة باذهان الافراد على انها عملية سلبية، ما بيحبوش شوية كلمة الرقابة او بيحبوش شوية كلمة المتابعة، بيعتبروا ان دي حاجة بتخنق الموظفين، حاجة بتخفض من روحهم. لا طبعا، لدرجة ان في ناس بتتخيل ان الرقابة الغرض منها هو تصيد الاخطاء للموظف وتصيد الاخطاء للاخرين علشان اعاقبه. هل هذا الهدف هو الهدف الرئيسي من عملية الرقابة اللي احنا نكتشف الخطأ داخل المؤسسة؟ لا طبعا، مش اكتشاف الخطأ، ده عملية الرقابة اللي احنا بنتابع الامر وبنتابع العمل داخل المؤسسة، ممكن يتم هناك حدوث تغيرات داخل المؤسسة، يتم تغيير الخطة وفقا للتغيرات التي تمت، وفقا للتغيرات المحيطة اللي كلهم بنعيشها وكلهم بنمر بيها. وبالتالي كلمة الرقابة لا تعني اكتشاف الاخطاء فقط، كلمة الرقابة اللي احنا ممكن كمان بنمر بتجربة ايجابية فبنكتشفها، فازاي نستفيد من هذه التجربة الايجابية مستقبلا. يعني حضرتك كمثال في المثال السابق، كنت حضرتك عامل حسابك اللي انت تربع 20% ربحت 30%، دوت انحراف بس انحراف ايجابي. كنت متوقع اللي انت كنت عامل لحضرتك هدف اللي انت تربع 20% ربحت 30%، يعني فجوة ايجابية كام؟ 10%، يعني ما تم تحقيقه فعلا اكبر ما كان موجودة في الخطة 10%. دي فجوة ايجابية؟ فجوة ايجابية. بس هل ده معناه ان في شيء انا ما كنتش واخد بالي منه؟ قد اكون انا ما كنتش واثق في امكانياتي، قد اكون مش واثق في قدراتي والتكنولوجيا اللي موجوده عندي، قد اكون لا اكون مش واثق بشكل كبير في العماله اللي موجوده عندي. وبالتالي بيتم تعديل الخطه مستقبلا بما تم داخل الخطه والاستفاده من الانحرافات الايجابيه ديت مستقبلا. وبالتالي ليس الهدف الرئيس هو تصيد الاخطاء، اكتشاف الاخطاء، دوت مش الهدف الرئيس ابدا لعملية الرقابة، على الرغم ان عملية الرقابة وعملية المتابعة مرتبطة بشكل كبير جدا في اذهان الافراد على انها عملية سلبية، عملية الغرض منها تصيد الاخطاء للموظفين. وطبعا هذا المفهوم مفهوم خاطئ بشكل كبير جدا. السؤال الثالث، لنجاح عملية الرقابة يجب مراعاة الجوانب الانسانية داخل المؤسسة ومعاقبة المقصر
بشكل فوري. بقول لك يعني علشان يكون في رقابة فعالة ورقابة ناجحة لازم ما نراعيش بقى موضوع الجوانب الإنسانية، اللي خطأ لابد أن يعاقب وبشكل فوري علشان يتم النجاح مستقبلا. هل الكلام ده صحيح؟ يعني حضرتك تخيل كده مدير لمؤسسة حكومية أو مؤسسة خاصة، هل أي شخص يخطأ خطأ معين لابد أن يتم معاقبة المقصر بشكل فوري وبدون أي اهتمام بالجوانب الإنسانية؟ طبعا ده شكل الإجابة هنا خاطئة. خاطئة ليه يا جماعة؟ في واحد ينتقدني ممكن يقول خطأ ليه؟ لا بالعكس، ده أنا المفترض أكون شديد، المفترض أكون حاسم علشان أنجح العمل بالمؤسسة. لا طبعا، أنت حضرتك الأفراد اللي موجودين داخل المؤسسة دولت أفراد لهم احتياجاتهم ولهم لابد أن يتم مراعاة الجوانب الإنسانية بالتعامل مع البشر اللي موجود داخل المنظمة، ودوت اللي احنا تحدثنا عنه في الفصل المتعلق بالقيادة يا جماعة. وكنا بنتكلم وبنقول ايه، لابد ان يكون هناك اهتمام كبير بالافراد، لابد ان يكون هناك انصات للافراد، لازم نكتشف عند اكتشاف الاخطاء التي يقع فيها بعض الموظفين الغرض من ذلك هو تعلم الموظف من الخطأ واستفادة الاخرين من وقوع زميلهم في الخطأ، وليس الهدف النهائي هو معاقبة المقصر او معاقبة المخطئ. قد يكون الموظف داخل المؤسسة مخطئ بشكل خارج عن ارادته، لابد ان يتم اخذ ذلك في الحسبان. قد يكون هناك لم يصل الموظف الى النتيجة اللي هي محددة له نتيجة تباطؤ التكنولوجيا اللي هو بيشتغل عليها، نتيجة تعنت اسلوب الادارة معاه، نتيجة عدم اعطاء الحرية الكاملة في العمل، نتيجة وجود الروتين والتعقيد داخل المنظمة. وبالتالي الممكن الموظف قد يمر باخطاء قد يكون هو مش السبب في وجود هذه الاخطاء، وبالتالي لابد ان يكون هناك مراعاة للجوانب الانسانية، مراعاة للظروف المحيطة، ايه سبب حدوث هذا الخطأ، ويتم التعامل معاه بشكل ذكي. ولكن ليس اللي انا علشان انجح عملية الرقابة اللي بيتم معاقبة المقصر بشكل فوري وبشكل كبير، لان دوت كده بنعتبر ان الفرد اللي موجود داخل المؤسسة ما هو الا آلة، زيه زي التكنولوجيا اللي موجودة، زيه زي جهاز الكمبيوتر، زيه زي السيارة، زيه زي المعدة اللي بيشتغل عليها. وطبعا لو اتبعنا هذا الاسلوب في الادارة يتم عدم الوصول الى تحقيق الاهداف بشكل كبير، لان المنظمة ونجاحها قائم على المورد البشري، وبالتالي لابد ان يتم الاهتمام بالعنصر البشري، المحافظة عليه، تنمية مواهبه، تنمية مهاراته، زيادة الحرية ليه، اشاركه في اتخاذ القرارات، انصت اليه، وهكذا. النقطة اللي بعد كده السؤال الرابع، من وسائل الرقابة في الإدارة العامة الموازنة التقديرية، السجلات، الملاحظة الشخصية، كل ما صب. في ناس يقولوا احنا لما نيجي نراقب بنراقب ازاي؟ في موازنة تقديرية ممكن دوت اسلوب من وسائل عملية الرقابة، في السجلات دوت احد وسائل الرقابة، الملاحظة الشخصية الإجابة كل ما صب. موازنة تقديرية يعني ايه؟ احنا خدنا فصل طبعا كامل عن الموازنة، وهنراجع فيه بعض الأسئلة المتعلقة بهذا الفصل اليوم ان شاء الله. موازنة تقديرية طبعا اي عمل في الدنيا داخل الدولة المفترض اللي يكون لك موازنة تقديرية. الموازنة التقديرية زي الموازنة اللي موجودة داخل الدولة، حضرتك الدولة عندما عند بداية كل سنة مالية، وحضراتكم عارفين الكلام ده اكيد، اللي هي لابد ان تضع موازنة مستقبلية، ايه الايرادات اللي هتأتي للدولة وايه النفقات اللي هتخرج من الدولة، وبنشوف هل في فائض ازاي نستغله، هل في عجز نجيبه منين. هي ديت الموازنة التقديرية. موازنة تقديرية بتكون موازنة خلال فترة زمنية معينة، اللي هو حجم الايرادات المتوقعة وحجم النفقات المتوقعة خلال فترة زمنية قادمة. طبعا الموازنة التقديرية دي تم اعدادها وفقا لمعايير محددة، وبالتالي بتكون هذه الموازنة هي الهدف اللي احنا عايزين نوصله، مش عايزين نحيد دون هذه الموازنة. بعد فترة انتهاء الموازنة التقديرية المفترض نشوف ما تم حدوثه فعلا مقارنة بالموازنة التقديرية، ودوت كتير من الدول وكتير من المؤسسات ممكن تعمل لنفسها خطة معينة او موازنة تقديرية ان ايراداتها مثلا 1000 ونفقاتها 500 هتربح 500. بعد العمل الفعلي وبعد نهاية السنة ربحت 500 او كانت ايراداتها 500 ونفقاتها 1000 خسرت 500، يعني العملية انعكست. ليه؟ لان في ظروف متغيرة.
هناك العديد من المتغيرات التي تمر بها الإدارة، وبالتالي ديت الموازنة التقديرية بتكون خلال فترة زمنية مستقبلية، وديت ممكن تكون أساس للرقابة اللي أنا بشوف عمل المنظمة مقارنة بما تم موضوع في الخطة. ما الموازنة التقديرية دي عبارة عن إيه؟ خطة مستقبلية للنفقات والإيرادات. هل ما كان موجودة في الخطة تم تنفيذه بالفعل ولا لا؟ النقطة التانية وهي السجلات. كلمة السجلات طبعا ديت وسيلة كبيرة جدا لعملية الرقابة في أي مؤسسة سواء كانت حكومية أو خاصة، عندها العديد من السجلات، سجلات سواء بقى كانت سجلات ورقية أو سجلات على الحاسب الآلي، سجلات مثلا بعدد الموظفين خلال الفترة السابقة، بكيفية التعيين، بالمبيعات خلال الفترة السابقة. عندي العديد من البيانات الموجودة داخل السجلات. هل ممكن استخدام هذه السجلات كوسيلة للرقابة؟ طبعا، يعني مثلا موجود في السجلات اللي هو خلال سلسلة من الزمن خلال ال5 سنوات الأخيرة إن الربح بتاع المؤسسة كان بيزيد، دوت موجود في السجلات. كان في 2010 مثلا كان 1000، في 2011 كان 2000، في 2012 كان 3، في 2013 كان مثلا 4، وهكذا. دوت موجود في السجلات، مبيعاتنا اللي ما كانت موجودة في الفترة السابقة. هل دوت ممكن استخدمه للرقابة؟ طبعا. ما تم تحقيقه هل هو مناسب لما هو موجود في السجلات؟ مش موجود في السجلات اللي انا كنت بربح 1000 والنهارده بربح 200، معنى كده ان في فشل وعدم نجاح، فده برضو وسيله لعمليه الرقابه. الملاحظه الشخصيه لعمليه المتابعه بقى اللي حضرتك اللي هو ممكن يتم، بس اللي هو ملاحظه الافراد وهم بيعملوا، اللي هو مراقبه الافراد بشكل مثلا عن طريق الكاميرات، عن طريق اي وسيله معينه، الاحظ اعمالهم، كيفيه العمل وهم بيشتغلوا، ولكن هذه الطريقه شويه غير محبذه في عملية الرقابة وعملية المتابعة لما لها من آثار نفسية سلبية على الموظفين. وبالتالي هي الإجابة كل ما سبق. السؤال اللي بعد كده، تهدف الرقابة نقط إلى التأكد من الالتزام بالقوانين، ويعيب عليها البعض على إنها كثيرا ما تؤدي إلى تأخير الإنجاز. طبعا إحنا كنا قسمنا في هذه المحاضرة وحضراتكم ذكرتوا هذا الفصل بشكل كبير، في عندي محاضرة، في عندي رقابة سابقة وفي رقابة لاحقة، في رقابة داخلية وفي رقابة خارجية. واتكلمنا عن الرقابة السابقة هي الرقابة التي تتم قبل إتمام العمل، اللي هو التأكد من الالتزام بالقوانين واللوائح في إنشاء المبنى، التأكد من الالتزام بالقوانين في تعيين الموظفين، التأكد من الالتزام بالقوانين في عملية الأمن والسلامة وخلافه قبل ما يتم العمل. ولكن شويه الرقابه السابقه في بعض الناس بيقول لك اللي هي قد يكون من عيوبها اللي هي تعطل العمل. حضرتك تخيل ان انت رايح تفتح مشروع معين، فانت علشان تفتح مشروع او تفتح محل لابد ان انت مثلا تجيب خطاب من جهه معينه بالموافقه، لابد ان الدوله تتاكد منك ان انت متابع للقوانين الموجوده، سواء كانت القوانين المتعلقه بالعماله، القوانين المتعلقه بالانتاج، القوانين المتعلقه بالامان المتعلق بالمتجر اللي حضرتك عايز تفتحه. الدوله بتتاكد من كل هذه الامور قبل اتمامك للعمل اصلا، وبالتالي دي ما يسمى بايه؟ الرقابه السابقه. لو انت ما عندكش المؤهلات، لو انت مش ملتزم بالقوانين، الحكومه بتوقفك عن قيام هذا النشاط. ديت رقابه ايه؟ رقابه سابقه. ولكن في ناس، بعض الناس يقول لك اللي هي بتؤخر الانجاز شويه، ديت رقابه سابقه. رقابه لاحقه وهي الرقابه بعد اتمام العمل، بعد ما بيتم العمل، هل انت ملتزم بالقوانين ولا لا؟ هل انت بتنتج فعلا بما يتوافق مع المواصفات المحدده لحضرتك ولا لا؟ هل انت بتشتغل كويس وبتعامل الموظفين وبتحدد الاسعار بشكل منطقي ولا لا، اللي هو زي جهاز حمايه المستهلك دوت. ايه رقابه؟ ايه رقابه لاحقه. الرقابه الداخليه والرقابه الخارجيه. رقابه داخليه اللي هو من داخل المؤسسه، اللي هو رقابه الرئيس، رقابه احد الافراد اللي على العاملين داخل المؤسسه، دي ما يسمى بالرقابه الداخليه، رقابه رئيسك، رقابه احد الافراد اللي موجودين داخل المؤسسه. رقابة خارجية يعني رقابة غير موجودة داخل المؤسسة، ولكن هي بتكون من جهات خارجية، زي مثلا جهاز الرقابة الموجود داخل المملكة العربية السعودية، في العديد من الأجهزة الرقابية زي ديوان الرقابة، زي هيئة مكافحة الفساد، دي أجهزة كلها رقابية. هذه الأجهزة دي أجهزة خارجية عن خارج المؤسسة،
ممكن تدخل اي مؤسسه وبتراقب عليها، هل عندهم فساد مالي، هل عندهم مشاكل، هل عندهم التزام بالقوانين ولا لا، هل عندهم التزام بالمواصفات التي يتم انتاجها ولا لا، بالمواصفات الموجوده لانتاج السلعه ولا لا. دي اسمها رقابه خارجيه مش رقابه داخل المؤسسه. وبالتالي السؤال رقم 5 اللي هو الرقابه الخارجيه. النقطه اللي بعد كده تعد رقابه الراي العام، رقابه الراي العام، رقابه سياسيه، رقابه تشريعيه، رقابه اداريه. اسف هنا كلمه رقابه سياسيه مكرره، رقابه تشريعيه، رقابه سياسيه، رقابه اداريه. الاجابه هنا ايه؟ طبعا رقابه الراي العام يعني ايه يا جماعه؟ هل الراي العام ليه دوت يعد من طرق الرقابه؟ طبعا الراي العام يعد طرق من طرق الرقابه. هو اي مؤسسه بتعمل من اجل ايه؟ ارضاء المواطنين. بتعمل من اجل ايه؟ ارضاء العملاء اللي هم المواطنين. وبالتالي جامعه الدمام تقدم خدماتها لمن؟ تقدم خدمات تعليميه لسكان مثلا المنطقه الشرقيه في المملكه العربيه السعوديه. وبالتالي جامعه الدمام تسعى الى تكوين راي ايجابي لدى المواطنين اتجاه هذه الجامعه. اي جامعه بتكون عايزه سمعتها ايجابيه، تكون الصوره الذهنيه اللي مرسومه في اذهان المواطنين ايجابيه عن هذه الجامعه. هل ديت رقابه؟ ديت رقابه طبعا، لان لو هنفترض ان هناك عدم رضا من الراي العام، ان راي المواطنين ان هذه الجامعه غير جديره بالثقه بالكلام ده كله، مش ده بيؤثر على الجامعه؟ بيؤثر، وبيؤثر بشكل سلبي كبير جدا. هل دي رقابه؟ دي رقابه، وتسمى رقابه الراي العام. لما بيكون احد المسؤولين الهدف من وجوده هو ارضاء المواطنين، هو تقديم خدمه للمواطنين، فاي مسؤول هو الهدف من وجوده اللي هو بيقدم خدمات للمواطنين، فيهمه او راي المواطنين فيه، يهمه بشكل كبير ان المواطنين يكونوا راضيين عن ادائه. وبالتالي تعد الراي العام يعد رقابه عليا. رقابه عليا ليه؟ لان انا لو عملت شيء خاطئ من يحاسبني؟ قد يكون سبب في محاسبتي هو الراي العام وانقلاب الراي العام عني عليا. فالراي العام يعد رقابه، ولكنه رقابه سياسيه، نوع من انواع الرقابه السياسيه. الرقابه التشريعيه اللي هو رقابه اعضاء مجلس الشورى، اللي هو مثلا زي ما موجود او مجلس الامه او مجلس الشعب، زي ما موجود في المملكه العربيه السعوديه مجلس الشورى. مجلس الشورى ممكن يعمل استجواب لاحد المسؤولين في القطاع الحكومي او مدير احد المؤسسات، يعمل له استجواب. استجواب ده معنى ايه؟ يعني شكل تحقيق كده، كانت ايراداتك كذا، كانت نفقاتك كذا، الفلوس راحت فين. ديت وسيله رقابه تشريعيه. رقابه اداريه اللي هي الاجهزه الاداريه المتعلقه داخل الدوله المتعلقه بعمليه الرقابه، زي ديوان الرقابه العامه اللي موجود داخل المملكه العربيه السعوديه. دي رقابه اداريه اللي احنا بنشوف مدى التزام الافراد بعمليه الالتزام بالقواعد الاداريه، التزام بالقوانين، التزام باللوائح، مدى التعامل داخل هذه المؤسسات. ديت ما يسمى بالرقابه الاداريه. وبالتالي بصوا يا جماعه، انا وانا بشرح السؤال مش الغرض وانا بشرح ان انا اجيب لحضرتك سؤال سين وجيم فقط، ولكن احنا عاملينها كوسيله اللي احنا نشرح منها البنود الاساسيه المتعلقه في المقرر. فمثلا انا شرحت لحضرتك الوقت الرقابه السياسيه يعني ايه، زي رقابه الراي العام، رقابه تشريعيه، رقابه مجلس الشعب او مجلس الشورى، رقابه اداريه زي هيئه الرقابه الاداريه او هيئه الرقابه الموجود داخل المملكه، او هيئه مكافحه الفساد، هيئه رقابه اداريه. وبالتالي ممكن اجيب لك اي سؤال من الاشياء اللي انا بقولها لحضراتكم دي. السؤال اللي بعد كده كده احنا خلصنا الاسئله المتعلقه بالرقابه، ندخل بقى على الفصل المتعلق بالموازنه العامه للدوله. الفصل المتعلق بالموازنه العامه للدوله. طبعا واحنا كنا بنتكلم عن الموازنه العامه للدوله هي عباره عن جانبين. طبعا انتوا خدتوا الموازنه في الشركات، الموازنه في محاسبه الشركات او في مبادئ الاداره الماليه، اخذتوا شكل الموازنه او شكل الميزانيه بتكون جانبين، جانب في الشركات الخاصه جانب اصول، والجانب الايسر بيبقى خصوم محكم ملكي. اصول وخصوم محكم ملكي ده في الشركات الخاصه. اما بالنسبه للاداره العامه او موازنه الدوله، لا ده هي بتكون جانبين، جانب للايرادات وجانب للنفقات. ايراداتي كذا 1 2 3 4، وايه مصادر تحقيق هذه الايرادات 1 2 3 4، النفقات اللي انا هنفقها 1 2 3 4، واشوف عندي عجز ولا عندي فائض.
وطبعا دوت اللي حضراتكم بتشوفوا التقرير السنوي المتعلق بالموازنه، وبتشوفوا لحظه اعلان الموازنه داخل المملكه العربيه السعوديه، بيكون هناك اهتمام كبير جدا بموضوع الاعلان عن الموازنه في العام القادم، وده طبعا بيكون في بدايه كل سنه ماليه موجوده. فالنفقات في هذا الفصل اتكلمنا عن النفقات وقسمناها، قلنا في عندي نفقه عامه، وفي عندي نفقه خاصه، وفي عندي نفقه عاديه ونفقه غير عاديه، وفي نفقه جاريه، وفي نفقه استثماريه. عندي العديد من النفقات، انواع النفقات، نفقه عامه، نفقه خاصه، ممكن اقسمها نفقه عامه ونفقه خاصه، ده تقسيم. ممكن اقسمها الى نفقه عاديه ونفقه غير عاديه، تقسيم. ممكن اقسمها الى نفقه جاريه ونفقه استثماريه، ده هو التقسيم. لما نيجي نتكلم على كل واحده، نفقه عامه يعني بتهم كل المواطنين الموجودين داخل الدولة. المملكة العربية السعودية بتنفق نفقات معينة مش لشخص معين أو لجهة معينة، ولكنها نفقة متعلقة بكل المواطنين. زي نفقات إيه؟ زي نفقات التعليم، نفقات الصحة. هل دي بتهتم أو نفقة متعلقة بمواطنين بعينهم؟ لا، ده لكل الأفراد، وبالتالي نفقة عامة. النفقة الخاصة مثال، ما هو معنى مش موجود عن في عندنا نفقة خاصة. النفقة الخاصة اللي هو نفقة متعلقة بجهة معينة، حضرتك موظف في القطاع الحكومي، بعد ما بتخرج للتقاعد، بعد ما بتخرج للتقاعد بتاخد مبلغ معين لمكافأة نهاية الخدمة، أو لو حصل لك أي ظرف بتاخد مكافأة معينة من الدولة. طبعا ديت نفقات الحكومة بتنفقها، دي تعد نفقة ايه؟ نفقة خاصة. خاصة بمين؟ خاصة بالموظفين الموجودين ده، من يعمل في القطاع الحكومي. وطبعا هي نفقة خاصة ليه؟ لان بيتم تمويلها اصلا من اللي بيتم الانفاق عليه. يعني انت موظف في القطاع الحكومي، انا بديك مكافأة نهاية خدمة ليه؟ لان انا كنت بستقطع من الراتب بتاعك خلال فترة عملك بالكامل، كل شهر بستقطع منك مبلغ معين وبستثمره لك، وفي نهاية الفترة عند خروجك للتقاعد بديك مبلغ معين، وشوية ممكن الدولة بتمنح كمان إضافة عليه. دي نفقة خاصة. ممكن أقسم النفقة عادية ونفقة غير عادية. نفقة عادية يعني كل يوم الدولة بتصرف فيها، زي التعليم، زي الصحة، زي شراء السلع، زي شراء الخدمات، نفقة عادية أي دولة بتصرفها. نفقة غير عادية يعني نفقة بتتم في حالة الطوارئ، لما يكون في حرب مثلا، لما يكون في زلزال، لما يكون في كارثة طبيعية، دوت بيلزم الدولة اللي هي تنفق، اسمها نفقة غير عادية. ممكن أقسم النفقات إلى جارية واستثمارية. نفقات جارية يعني إيه؟ جارية كل يوم بتنفق فيها، كل يوم بتنفق نفقات جارية، زي نفقات رواتب الموظفين، زي نفقات المتعلقة بشراء السلع، بشراء الخدمات، دي نفقات جارية. نفقات استثمارية اللي هو نفقات متعلقة بنفقها ولكن هيجي لي منها عائد بعدين. يعني حضرتك تخيل بتقبض 10,000 ريال في الشهر. ال 10,000 ريال في الشهر انت بتصرف نفقات جارية 5,000. 5,000 يعني ايه؟ 5,000 نفقات جارية متعلقة بالطعام والشراب، ونفقات نفقاتك على الصحة والمواصلات والترفيه، ده اسمها نفقات جارية. انما الباقي بتحوشه ممكن خلال فترة زمنية معينة بتشتري منزل. انت نفقت على شفت تشتري منزل، هل شرائك للمنزل دوت يعد نفقه جاريه؟ لا، ده مش نفقه جاريه، ده نفقه استثماريه، نفقه راسماليه. حضرتك شريت منزل معين وهتستفيد منه على المدى الطويل، وممكن تكسب منه بعد فتره زمنيه معينه، وممكن تاجره وتستفيد منه ماديا، وبالتالي دي نفقه ايه؟ نفقه استثماريه، نفقه راسماليه. اما بالنسبه للنفقه الجاريه فهي النفقه اللي هي جارية، كل يوم بتعامل فيها نفقات طعام، نفقات شراب، نفقات ترفيه، نفقات رحلات، نفقات صحة، نفقات جارية. نفس الدولة، الدولة كأنها شخص بالظبط. وبالتالي نفقات التعليم، نفقات التعليم والصحة، نفقة عامة، نفقة عادية، نفقة خاصة، ألف وباء فقط، طبعا ألف وباء فقط، هي نفقة عامة بتلم كل الناس. نفقة عادية، نفقة عادية كل الدول بتنفق على التعليم والصحة. هل هي نفقة خاصة؟ لا، نفقة خاصة ديت زي مثال قلت لحضراتكم اللي هو مهتم بمجموعة معينة من البشر أو مجموعة معينة من المواطنين داخل الدولة.
سؤال لي بعد كده نفقات انشاء المدن الجديده وانشاء الجامعات والطرق، ده نفقه ايه؟ هل ده نفقه جاريه؟ لا، ما اقدرش اقول عنه نفقه جاريه. لما الدوله تنشئ مدينه جديده، انشاء مدينه جديده ده نفقه استثماريه، انشاء جامعه نفقه استثماريه، القيام بانشاء طرق وكباري ومعمار لا نفقه استثماريه، لان دوت هيعود بالنفع على الدوله، الدوله هتستفيد منه مستقبلا مش بتاع يومه شغل، يعني حاجه بنستفيد منها على المدى الطويل، وقد تكون سبب في ادخال دخل معين للدوله. يعني مثلا انا بنشئ مدن جديده ليه؟ بخفف العبء على المدن الموجوده، ممكن المدن الجديده بتفتح فرص عمل للمواطنين، ممكن يجي فيها استثمارات. الجامعات الغرض منها اللي هي تعلم الافراد وبالتالي المواطنين، وبالتالي عندما يحصل على خدمه تعليميه متميزه هيرتقوا بنفسهم وبعد كده يرتقوا بالمجتمع بالكامل، وبالتالي استثمار زي مصاريف الدراسه بتاعت ابنك. هل ده نفقات؟ هل دي نفقات ايه؟ لو انت بتعلم ابنك، في ناس ممكن تقول لك ده نفقات جاري، وفي ناس تانية تفتكر اللي هي نفقات يقول لك انا بستثمر في ابني، بستثمر في اولادي كانهم مشروع. هي بتختلف حسب الفكر. الطرق دي نفقه استثماريه. انا بقول ايه بقى، خلي بالكم عايزين الكلام ده غير واضح بشكل كبير داخل الكلام النظري اللي انا كاتبه في المحاضره. الامثله دي نفقه عامه لانشاء المدن والطرق والجامعات، نفقه عامه هي نفقه عامه. انا بنشئ مدينه جديده لناس معينه ولا لكل الناس؟ المملكه نشأت مدينه جديده، اي واحد دخل المملكه من المواطنين من حقه اللي هو يروح يسكن فيها. ده بالعكس، ده الدوله بتشجع المواطنين اللي تروح تسكن هناك. الجامعات هل مقتصر على فئه معينه ولا لكل المواطنين؟ لكل المواطنين. الطرق هل في ناس معينه هتمشي عليها؟ لا، ده كل المواطنين، وبالتالي نفقه عامه. نفقه عاديه، نفقه عاديه، لان نفقه عاديه كل الدول بتنشئ على المدن الجديده وبتنشئ على الطرق وبتنشئ على الكلام ده كله، نفقه عاديه. نفقه غير عاديه اللي هي كوارث. نفقة استثمارية، نفقة استثمارية مش جارية. وبالتالي الإجابة إيه؟ كل ما سبق. وبالتالي إنشاء المدن الجديدة والجامعات والطرق تعد نفقة عامة، نفقة عادية، نفقة استثمارية، كل ما سبق. نفقات الحروب والكوارث والطرق. نفقات الحروب والكوارث والحروب والكوارث، اسف يا جماعه الطرق ديت مش موجوده، نفقات الحروب والكوارث والطرق مش موجوده، نفقات الحروب والكوارث. هل الطرق مش تبعها؟ نفقات الحروب والكوارث، وانا ان شاء الله قبل ما احمل لكم على البرنامج بورد هشيل لكم الكلمه دي. نفقات الحروب والكوارث ديت نفقه ايه؟ عاديه ولا غير عاديه؟ نفقه غير عاديه اللي احنا بنتكلم عنها من شوية. نفقات أجور الموظفين والصيانة وشراء السلع وشراء الخدمات. آسف برضو والطرق مكتوبة فيها لأن اللي كنت عامل بكوبي وبيست، فآسف كلمة كررت. أجور الموظفين والصيانة وشراء السلع والخدمات والطرق ده برضو مش موجود. هل هي نفقة خاصة؟ نفقة غير عادية؟ نفقة استثمارية؟ نفقة جارية؟ الإجابة إيه؟ دوت نفقة جارية. أجور الموظفين والصيام وشراء السلع وشراء الخدمات دي نفقة جارية، ما اقدرش اقول عليها نفقة استثمارية، ما اقدرش اقول عليها نفقة غير عادية. السؤال اللي بعد كده كان اتكلمنا بعد كده يا جماعة على قواعد بناء الموازنة العامة للدولة. قلنا عندنا في قاعدة الوحدة، وفي قاعدة السنوية، وفي قاعدة عدم التخصيص، في العديد من القواعد. الناس اللي عايزة تفهم أكتر ترجع للمحاضرة. قاعدة السنوية يعني إيه قاعدة السنوية؟ ودوت الأسلوب المتبع في معظم الدول، اللي هي دائما الدول بتقوم بوضع الموازنة العامة للدولة خلال فترة سنة واحدة. يعني ما تلاقيش في دولة بيقول لك ايه اللي احنا بنعمل موازنة كل 3 سنين او كل سنتين، ما فيش كده. الدول كلها دلوقتي بتعتمد على قاعدة السنوية اللي هي الموازنة العامة بتكون لفترة سنة واحدة. ليه؟ لان لما تكون سنتين او 3 انا ما اقدرش اتوقع بشكل دقيق وشكل فعال
خلال 3 سنوات او 4 سنوات، لان ممكن يحصل ظروف انا ما اقدرش اتوقعها او اقدر اتنبأ بيها. فعشان كده بيتم الاهتمام بقاعدة الثانوية في كل الدول. بس قال لك ايه؟ قاعدة الثانوية على الرغم ان في معظم الدول او كل الدول بشكل صحيح بتعتمد على قاعدة الثانوية في بناء الموازنة العامة للدولة، الا ان هناك بعض الاستثناءات ما تعتبرش ثانوية، زي موازنة الدعم، الاعتمادات الشهرية، البرامج الانمائية. طبعا كل ما سبق دي كلها استثناءات من قاعدة الثانوية. يعني موازنة الدعم يعني ايه؟ احنا كنا عاملين موازنة خلال فترة زمنية معينة لتغطي سنة، في نص العام جي يعني شيء غير متوقع، الدولة مثلا دخلت في حرب مع احد الجهات، حصلت مشكلة طبيعية، فالدولة بتعمل موازنة معينة لدعم هذا الحرب، لهذه الحروب، لصيانة الكوارث او لتصليح الكوارث او ما تم اهداره وخلافه. ليه؟ كان شيء مكان غير متوقع فتم، فلازم بنعمله موازنة مستقلة. ممكن موازنة الدعم دي تقعد شهر شهرين سنة سنتين وهكذا. الاعتمادات الشهرية، طبعا في بعض الدول قد تمر بظروف معينة اللي هي ممكن ما تخليهاش تقدر تبني الموازنة العامة قبل السنة المالية الجديدة. يعني مثلا وليكن بناء الموازنة العامة للدولة، الموازنة العامة للدولة بيبدأ في شهر يناير، في شهر واحد في كل سنة، شهر واحد الموازنة العامة بتبدأ. نتيجة انشغال الدولة، نتيجة عدم قدرة الدولة على الحكومة بالتنبؤ بالمستقبل، نتيجة في معوقات في الموازنة، نتيجة قصور الموارد اللي موجودة داخل المؤسسة داخل الدولة، نتيجة اختلاف الآراء، فممكن بشكل كبير جدا بعض الدول تتأخر في الموازنة. يعني المفترض الموازنة بتكون منتهية قبل شهر واحد، لا ده جه شهر واحد والموازنة لم توزع على المؤسسات. فالدولة تعمل ايه؟ بتعمل حاجة اسمها اعتمادات شهرية، بنعمل اعتماد لمدة شهر لمدة شهرين لكل الجهات الحكومية الى ان يتم الانتهاء من بنود الموازنة. او في واحد يقول لي ما الموازنة دي تاخد وقت طول كده؟ طبعا الموضوع مش سهل. الدولة ممكن تفضل تشتغل طول السنة علشان تعمل الموازنة بتاعت السنة الجاية. يعني مثلا الموازنة في المملكة، مثلا احنا في موازنة حالية، ممكن طبعا في شغل كبير جدا على موازنة العام القادم. يعني الموضوع مش سهل يا جماعة، الموضوع قائم على الدراسات وقائم على التحليل وقائم على صف الدخل المتعلق بالدولة والنفقات المطلوبة من الدولة والإيرادات المتوقعة والنفقات المتعلقة بالجهات المختلفة. موضوع كبير وبالتالي ممكن ياخد وقت، بياخد منه وقت. ليه؟ لان علشان يكون هناك تأكد لكي يتم اعداد موازنة حقيقية، موازنة قادرة، موازنة لا يمكن يعني ما ينفعش تتغير بسهولة او يطلع فيها اخطاء، لان لو طلع فيها اخطاء تبقى مشكلة كبيرة جدا وبالتالي ممكن تاخد وقت. فممكن الدولة بتمر بظروف معينة ممكن تجعل الدولة على لكي تقوم باعداد الموازنة قد ياخد منها وقت. فبقول لك بدل ما نستعجل في بناء الموازنة، احنا نعمل اعتماد شهري لمدة شهرين للمؤسسات الحكومية، زي تصرف بقى الخدمات بتاعتها وتصرف اجور الموظفين وتصرف المرافق والتعليم والصحة وخلافه، وبعد كده يتم توزيع الموازنة على الجهات المختلفة. ده اعتماد شهري. البرامج الانمائية، الدولة ممكن تعمل خطة لمدة 5 سنوات، زي مثلا الدولة عايزة تنشئ مدينة جديدة، ده برنامج انمائي، برنامج انمائي مدينة جديدة. هل المدينة الجديدة ممكن تنتهي في سنة؟ صعب جدا تنتهي في سنة. طبعا لما تعمل طرق وتعمل معمار وتعمل مساكن وتعمل مدارس وتعمل جامعات وتعمل مستوصفات صحية، موضوع كبير، تعمل شبكات كهربائية وشبكات مرافق وصرف، موضوع كبير ممكن ياخد 2-3-4. هل معنى كده اللي انا بعملش لها موازنة مستقلة؟ لا، انا بعمل لها موازنة برنامج معين، ايرادات والنفقات المتعلقة بهذه المدينة خلال 3 سنوات. وبالتالي دي قاعدة، دي استثناء من قاعدة الثانوية، لان احنا قلنا ايه قاعدة الثانوية؟ ان كل موارد الدولة ايراداتها بيكون لك ايرادات ونفقات لمدة سنة قادمة، ولكن هناك استثناء موازنة الدعم، حصل ظروف خارجة عن ارادته فممكن اعمل لها دعم لمدة فترة زمنية طويلة. اعتماد شهري، الموازنة لم تعتمد فبعمل اعتماد لمدة شهر او 2 الى ان يتم الانتهاء من الموازنة.
برامج انمائيه، بنشئ مدينه جديده. المدينه الجديده محتاجه 3 سنوات، وبالتالي ممكن اعمل موازنه متعلقه بهذا البرنامج خلال 3 سنوات مش لمده سنه واحده. وبالتالي الاجابه ايه يا جماعه؟ الاجابه كل ما صب. في بعد كده يا جماعه حاجه اسمها الموازنات المستقله والموازنه الملحقه. يعني ايه موازنه مستقله؟ اعتقد الموجود النظام ده مش موجود داخل المملكه بشكل كبير يعني، ولكن هو موجود في بعض الدول. موازنه مستقله اللي الدوله بتكون بالكامل لها موازنه عامه، اسف يا جماعه عشان الكاميرا، الموازنة المستقلة. ممكن في بعض الدول بتكون لديها بعض الجهات المستقلة. يعني ايه مستقلة؟ مستقلة يعني مستقلة عن الدولة، يعني دولة داخل الدولة مثلا؟ لا طبعا مش ده المعنى المقصود، ولكن في بعض الدول الدولة تقوم باستقلال بعض الجهات في الحكومة، بتدي لها استقلال مالي وإداري تام كأنها جهة لوحدها. ليه؟ أنا عايز أديلها حرية التصرف، عايز أديلها حرية إصدار الأوامر والقرارات والمتعلقة، عشان أديلها استقلالية بحيث اللي هي تسهيلا للقيام بها، مش عايز أعقدها في الروتين الحكومي والتعقيدات الإدارية، عايز أديلها الحرية في العمل. ديت موازنة بعملها موازنة مستقلة. زي مثلا في بعض الدول يقول لك الجهة الرقابية جهة مستقلة وبدلها موازنة مستقبلية. في بعض الدول يقول لك الجيش او الدفاع بعمل له موازنة مستقلة. موازنة مستقلة يعني ايه؟ موازنة ملهاش علاقة بموازنة الدولة. يعني ايه؟ موازنة لوحدها وبعمل موازنة كده ايه خاصة بالدفاع، على اساس ان الدفاع دوت شيء سري ما ينفعش يبقى الدول تعرف احنا بنصرف قد ايه على الدفاع. يعني ممكن في بعض الدول يقول لك ده شيء سري فبنعمله الموازنة مستقلة. طبعا دوت اعلان جاي لحضراتكم مخصوص بجدول الاختبارات النهائيه معلن على بوابه التعليم عن بعد. يعني اعتقد لحضراتكم قاريين الكلام دوت كله قبل ما انزله. دوت اعلان لحضراتكم، لازم تحدد مركزك في الاختبار النهائي علشان لكي تتمكن من دخول في الاختبار النهائي. اعتقد كل حضراتكم قريتوا الاعلان. نيجي بعد كده للموازنات المستقلة. تصدر ألف، تصدر للمؤسسات العامة التي تتمتع باستقلال مالي، صح، تحتفظ بالفائض لديه. يعني لو كان في فائض عندها بتحتفظ بيه ما بتروحش للدولة، ولو كان عندها عجز ممكن ما تاخدش من الدولة، ده تروح تقترض من جهة معينة. لا تخضع لرقابة وزارة المالية. طبعا في بعض الناس ما بتحبش الكلام ده، يعني في العديد من الدول لا تحبذ هذا الأسلوب من الموازنات. خطوات الموافقة عليها مش محتاجة موافقة من الحكومة، ده القائم به رئيس المصلحة او برئيس الهيئة المستقلة ممكن يعمل الموازنة، وبالاتفاق مع مجلس الادارة يتم عمل الموازنة المتعلقة بهذه الجهة. يبقى الاجابة ايه؟ كل ما صب. في عندي بقى حاجة اسمها الموازنة الملحقة. الموازنة الملحقة عكسها، هي موازنة برضو خارج الموازنة، ولكن احنا بنعملها بشكل لوحدها علشان تكون ادينا الحرية في العمل، تكون بعيدة، تكون لدي الاستقلالية في القيام بعملها، ولكنها لا تتمتع باستقلال عن الدولة. بالإضافة أن الجهات اللي لها موازنات ملحقة بتخضع لرقابة وزارة المالية، كما أن الموافقة الخاصة بها مش اللي بيوافق عليها رئيس المصلحة، لا ده لابد أن يتم الموافقة عليها من قبل الحكومة. ديت اللي هي الموازنة الإيه؟ الموازنة الملحقة. تصدر المؤسسات العامة التي لا تتمتع باستقلال مالي، الهدف منها ومنح تلك الجهات سلطات مالية واسعة تعرض على رقابة وزارة المالية. الإجابة كل ما صح.
نيجي بعد كده احنا خلصنا بعض، قلنا شويه اسئله. طبعا انا ما كنتش اقدر اجيب يا جماعه اسئله اكتر من كده، لان احنا عندنا بنراجع النهارده على 4 فصول، فانا حاولت بقدر الامكان ان انا اغطي العديد من العناصر المتعلقه بهذه الفصول، فيعتبر يمكن انا ما غطيتش الفصل بشكل كبير في الاسئله علشان نلحق نخلص مراجعه كامله عن الفصل على الفصول بالكامل النهارده ان شاء الله، اللي احنا ما خدناش فيها مراجعه اصلا. نقط هناخد بقى الفصل دوت، هنبدا بفصل الموارد البشريه. يبقى احنا كده خدنا مجموعه من الاسئله المتعلقه بالرقابه، مجموعه من الاسئله المتعلقه بالموارد البشريه، نبدا بقى مجموعه اسئله متعلقه بالرقابه وبالموازنه، هنبدا بمجموعه اسئله متعلقه بالموارد البشريه. طبعا الموارد البشريه احنا اعتقد ان احنا شرحنا فيه حوالي 3 محاضرات، وهذا الفصل يعد من الفصول الكبيره جدا في المقرر بتاعنا، واللي احنا شرحنا فيه عدد كبير من المحاضرات، يعتبر اكبر فصل في المقرر بتاعنا اللي هو فصل متعلق بالموارد البشريه. طبعا يا جماعه انتوا حضراتكم ان شاء الله في المستوى الثامن هتاخدوا مقرر كامل يسمى باداره الموارد البشريه، مقرر كامل. طبعا اداره الموارد البشريه زي ما احنا عارفين ان المنظمه عباره عن ايه؟ منظمه عباره عن موارد ماديه، موارد بشريه، موارد معنويه. اي منظمه في الدنيا موارد ماديه، موارد بشريه، موارد معنويه. الموارد الماديه زي الفلوس، زي المباني، زي العقارات، زي التكنولوجيا، زي الالات، زي الماكينات، زي المكاتب، زي الاثاث اللي موجود، دي كلها موارد ماديه. موارد بشريه الافراد. موارد معنويه زي سمعه المنظمه، العلاقات ما بين الموظفين، رضا الموظفين عن العمل، مدى الرضا الوظيفي، دوافع اللي موجوده، عدم وجود صراعات، دي كلها موارد معنويه. لوائح وقوانين وتعليمات. بدون مورد بشري قوي لا يمكن استخدام الموارد الماديه حتى لو على اعلى مستوى من الكفاءه. اسف يا جماعه بس الكاميرا بعافيه شويه. السؤال اللي بعد كده احنا كنا بنتكلم في الجزئيه المتعلقه بالموارد البشريه، فالمورد البشري يعد هو اهم مورد داخل اي مؤسسه. تخيل مؤسسه فيها موارد ماديه على اعلى مستوى، تكنولوجيا متقدمه، فلوس كتيرة جدا، رأس مال عالي، آلات ومعدات عالية، مباني فخمة، مباني كبيرة جدا، عقارات كتيرة، وفي نفس الوقت الموارد البشرية اللي موجودة داخل المؤسسة ديت موارد بشرية فقيرة أو موارد بشرية ليس لديها خبرة، ليس لديها مهارة، لا يمكن تحقيق النجاح المطلوب. فالمورد البشري هو أساس النجاح داخل المؤسسة. هنتكلم بقى في المورد البشري عن تخطيط القوة العاملة، على تصنيف الوظائف، على الترقية، على الأجور، على المرتبات، على عملية النقل، على عملية الاستقطاب. وطبعا الناس المهتمة ذاكرت الفصل وعارفة هو الفصل بيتكلم عن ايه. سؤال اول اللي هناخده في الفصل يعرف على انه تقسيم الوظائف الى مجموعات مع تحديد مواصفات وشروط الالتحاق بكل مجموعة. تقسيم ان شاء الله يا جماعه هنلتقي بالمكالمات بتاعه حضراتكم، اي استفسار بعد نص ساعه من الان، نص ساعه من الان ان شاء الله، اي استفسار الناس تتصل وان شاء الله ارد على حضراتكم. يعرف نقط على انه تقسيم الوظائف الى مجموعات مع تحديد مواصفات وشروط الالتحاق بكل مجموعه. دوت ما يسمى ايه؟ وصف الوظيفه. تعرفوا وصف الوظيفة يعني ايه؟ وصف الوظيفة اللي هو كل وظيفة بيكون لها وصف معين، شروط هذه الوظيفة وشروط الالتحاق بهذه الوظيفة. يعني شروط الالتحاق بهذه الوظيفة يعني يقول لك الوظيفة من يقوم بهذه الوظيفة بيقوم بواحد اثنين ثلاثة، ومن يعمل هذه الوظيفة لابد ان يتوافق فيه شروط واحد اثنين ثلاثة، ده وصف وظيفة.
النقطة اللي بعد كده تصنيف الوظائف، اللي انا بصنف الوظائف، اللي انا بقسم الوظائف الى مجموعات، ولا تخطيط الموارد البشرية ولا شيء ما سبق. طبعا هنا تصنيف الوظائف. وطبعا يا جماعة حضراتكم لو ريتوا قانون الخدمة المدنية الموجود داخل المملكة العربية السعودية بيقسم لك الوظائف الى ايه؟ الى مجموعات. يقول لك مثلا ايه؟ يقول لك المجموعة المتخصصية، تاني حاجة المجموعة الفنية، تالت نقطة المجموعة الإدارية، رابع حاجة المجموعة الفنية الحرفية. 4 مجموعات. وفي بعض الدول تانية بيقول لك 5 مجموعات، بيزود مثلا مجموعة وظائف الإدارة العليا. مجموعة، ولكن الأساس في الوظائف مجموعة تخصصية بشكل عام في أي دولة. مجموعة، ومجموعة الوظائف الفنية، مجموعة الوظائف الإدارية، مجموعة الوظائف الحرفية. مجموعة الوظائف التخصصية اللي هي قائمة على التخصص، بتشترط وجود مؤهل عالي، بتشترط ان انت بتعمل وفقا لما موجود داخل، لما حصلت عليه من مؤهل، زي الاطباء، زي رجال القانون، زي المدرسين، زي المهندسين. ده كله ايه؟ وظائف تخصصية. وظائف تخصصية ليه؟ لانها بتشترط شروط معينة في الالتحاق بهذه الوظيفة، ان يكون حاصل على مؤهل علمي عالي مناسب، وبالتالي ديت ايه؟ وظيفة تخصصية. نيجي عند وظيفة فنية. وظيفة فنية اللي هي بتعتمد على الخبرة بشكل كبير، بس هي بتحتاج مؤهل علمي قد يكون اعلى من المتوسط، شو مش لازم يكون عالي، يعني بتحتاج مؤهل علمي مناسب، مش لازم يكون عالي برضه، ما بقاش متوسط، يكون اعلى من المتوسط شوية، زي الناس اللي حاصلين على دبلوم عالي مثلا، دبلوم سنتين فوق الدبلوم او بعد الثانوية العامة. يبقى ديت ايه؟ وظيفة فنية. زي مين؟ زي التمريض، وظيفة فنية بالنسبة للطبيب. زي مساعد المهندس، وظيفة فنية بالنسبة للمهندس. الوظيفة الثالثة اللي هي الوظيفة الإدارية، مجموعة الوظائف الإدارية. زي مين؟ زي السكرتارية، زي الناس اللي بتدخل بيانات على الحاسب الآلي، زي الناس اللي بتقوم بالتصوير وطباعة الأوراق والتصنيف الأوراق وطباعتها. دي كلها وظيفة إيه؟ وظيفة إدارية. زي الناس اللي بتقبض الموظفين مثلا لو ما فيش قبض آلي، الناس اللي هو بيعملوا في خزانات الشركات وفي خزانات المؤسسات. زي الناس المتعلقة مثلا ب ممكن نقول الكاشير اللي في المؤسسات، اللي هو ممكن بياخد الحسابات والكلام ده كله، اللي هو تحصيل الأموال من الأفراد. دي وظيفة مش محتاجة مؤهل عالي، ولكنها محتاجة مؤهل بس مناسب شوية، يكون مثلا يكون معاه مثلا مؤهل متوسط، يجيد مثلا بعض المهارات بشكل معين علشان يقدر يقوم بها هذه الأعمال، ولكنها مش محتاجة مؤهل عالي ولا محتاجة خبرة تخصصية عالية قوي. يعني أي شخص لو جبته ممكن يتدرب تدريب يوم يومين ثلاثة شهر شهرين وهيكون بالعمل، زي الناس اللي بتحصل اموال، زي الناس اللي بتدخل بيانات على الحاسب الالي، زي الناس اللي بتسجل البيانات في الكشوف، زي الناس السكرتاريه اللي بتنظم مواعيد. في الوظيفه اللي بعد كده اللي هي الوظيفه الحرفيه، مجموعه الوظائف الحرفيه. زي مثلا لما تكون حضرتك داخل مؤسسه، زي العمال، العمال اللي هو الخاصين بالسباكه، العمال اللي هم الخاصين بالكهرباء، العمال اللي هم الخاصين بالنظافه، دي اسمها ايه؟ وظائف حرفيه، مش محتاجة مؤهل خالص، ممكن يجيد القراءة والكتابة فقط، أي حد ممكن يكون بهذه المهمة. وبالتالي لو حضرتك شفت الوظائف قانون الخدمة المدنية داخل المملكة، هتلاقي فيه وظيفة تخصصية، وظيفة فنية، وظيفة إدارية، وظيفة حرفية. كل مجموعة من هذه المجموعات يدخلها مجموعة نوعية. يعني مثلا الوظيفة التخصصية زي مثلا مهنة الأطباء مثلا، وظيفة تخصصية. مهنة الأطباء فيها وظيفة نوعية، صح ولا لا؟ ليها الدرجات، طبيب أول، طبيب تاني، طبيب تالت، طبيب رابع، طبيب خامس، اللي هو السلم الوظيفي. وبيكون كل وظيفة لها أجر معين، ولها مربوط درجة معين، بداية المربوط بتاع الدرجة ونهايته، وحسب التطور بتاعها.
طبعا دوت شكل يمثل ميزة كبيرة يعني. يبقى دوت اللي احنا بنتكلم عنه ايه؟ تصنيف الوظائف. الوظيفة اللي بعد كده او السؤال اللي بعد كده اسف، اللي هو يعرف على انه تحديد الاعداد والنوعيات اللازمة من القوة العاملة لكل عمل خلال فترة زمنية معينة. تحديد الأعداد والنوعيات اللازمة من القوة العاملة لكل عمل خلال فترة زمنية معينة. هل ده وصف الوظيفة؟ هل ده توصيف الوظيفة؟ تخطيط الموارد البشرية لشيء ما سبق؟ طبعا الإجابة تخطيط الموارد البشرية. وفي واحد يقول هو في تخطيط موارد بشرية؟ طبعا تخطيط الموارد البشرية في غاية الأهمية. يعني إيه؟ أي دولة لابد أن يكون عندها تخطيط موارد بشرية، لازم تعرف إيه عدد الموظفين اللي موجودين حاليا عندها داخل الدولة، إيه عدد الموظفين اللي أنا أحتاجه بعد مثلا بعد 5 سنوات. بعرفها إزاي؟ في ناس هتخرج على التقاعد، في ناس بتتوفى، في ناس بتاخد اجازات، في ناس كذا، في ناس بتستقيل. وبالتالي تخطيط الموارد البشرية اللي احنا بنعرف الوضع الحالي او العدد الحالي والنوعيات الحالية والمواصفات الموجودة وايه الاعداد والمواصفات والنوعيات اللي احنا عايزينها بعد فترة زمنية معينة، وايه الفجوة احنا عايزين كموظف خلال ال5 سنوات الجايين. يقول لك مثلا عايزين السنة الجاية 100 موظف، عايزين السنة اللي بعدها عايزين 200 موظف، عايزين السنة اللي بعدها 50 موظف. ده وفقا للتخطيط لابد ان يكون كل شيء مخطط. وكما قلنا قبل كده لحضراتكم ان الشيء ان اي كل اي شيء بدون تخطيط فيعد ايه؟ فاكرينها؟ يعد تخبيط. فيعني اي شيء يعني طبعا التخطيط هو اساس او سر النجاح او سر النجاح في داخل اي مؤسسة. وبالتالي يعرف تخطيط الموارد البشرية على انه تحديد الاعداد والنوعيات اللازمة من القوى العاملة لكل عمل خلال فترة زمنية معينة. ده تخطيط الموارد البشرية. من مبادئ الاستقطاب، تعرف الاستقطاب يعني ايه؟ اللي انا بعد ما خططت الموارد البشرية عايز موظفين، اجيبهم منين؟ استقطبهم منين؟ في حاجة اسمها استقطاب داخلي وفي استقطاب خارجي. بس بيقولوا ايه بقى لما نيجي نستقطب؟ في مبادئ كده في الإدارة العامة لما نيجي نستقطب موظفين في القطاع الحكومي لازم يقول لك ايه، علشان يكون في نجاح في الاستقطاب ويكون في حيادية تامة لابد ان يكون هناك مركزية في الاستقطاب. في ناس يقول لك ده المركزية دي شيء سيء. لا، المركزية في الاستقطاب ان يكون في جهة وحيدة داخل الدولة هي المنوط بها تعيين الموظفين داخل الدولة، زي هيئة او ديوان الموظفين داخل المملكة العربية السعودية، او زي في مصر عندنا جهاز ما يسمى جهاز المركزي للتنظيم والادارة. النقطة اللي بعد كده معرفة طبيعة سوق العمل، لازم تعرف طبيعة سوق العمل. هل الناس بتميل للقطاع الحكومي ولا القطاع الخاص؟ ايه الظروف الاقتصادية داخل الدولة؟ ايه الدخل اللي بيرغبه الافراد؟ وهكذا. لازم تعرف الكلام ده كله، التحليل المدروس لتكون مصادر الاستقطاب. طبعا احنا ممكن نستقطب من الجامعات، ممكن نستقطب من الجامعات والمدارس، ممكن نستقطب من خارج من داخل المنظمة من اي وسيلة. لازم نحلل ونقيم مصادر الاستقطاب الموجودة علشان بعد كده نعتمد على المصدر المناسب او المصدر الناجح. يبقى الاجابة ايه؟ الاجابة كل مصدر. اسف يا جماعة البرد، يعني اعتذر بشدة عن البرد. طبعا احنا في بداية دخول الصيف للأسف، في بداية تشغيل المكيفات، ف بيحصل برد بصورة كبيرة في الفترة اللي احنا عايشينها الوقت يعني. فاعتذر بشدة عن الصوت لو حضراتكم مضايقكم او شيء. من مبادئ الاستقطاب في المبادئ العامة في الادارة العامة، المركزية في الاستقطاب في هذه الجهة واحدة، معرفة طبيعة سوق العمل، التحليل المدروس كل مصدر. السؤال اللي بعد كده، من مزال الاستقطاب الداخلي، تعرفوا الاستقطاب الداخلي يعني ايه؟ استقطاب داخلي
المنظمه بتعمل اعلان داخل المؤسسه وتستقطب الافراد اللي موجودين وتعين. يعني مثلا احد المؤسسات عايزه تعين مدير، مؤسسه حكوميه عايزين نعين مدير، ملاش مدير، او المدير الحالي هيخرج للتقاعد وعايزين مدير خلال الفتره القادمه، فممكن يعمل اعلان داخلي. اعلان داخلي يعني ايه؟ كل الموظفين اللي موجودين داخل المؤسسه اللي متوفر فيهم الشروط يقدموا، وبيتم تقييم هؤلاء الموظفين ومقابلتهم، وبيتم اختيار احد الموظفين اللي موجودين داخل المنظمه وتعيينه مدير. ده استقطاب ايه؟ استقطاب داخلي. استقطاب خارجي اللي انت حضرتك بتعمل اعلان في الصحافه ويقولوا احنا عايزين مدير للمؤسسه او مدير انتاج او مدير تسويق او مدير افراد بيتوفر فيه شروط 1 2 3، اي حد ممكن يقدم عندك، مش لازم يكون من داخل المنظمه. من مزايا الاستقطاب الداخلي طبعا الاقتصاديه. الاقتصاديه ليه؟ انت ما كلفتش مثلا اعلان في جريده ودفعت فلوس. النقطه الثانيه اللي انت ممكن تعين موظف موجود عندك اصلا بياخد مرتب، وبالتالي انت رقيته لوظيفه اعلى فمرتبه اتحسن، بس ما خدش مرتب كامل زي اللي انت جايبه من بره، جاي تعينه من البدايه. وبالتالي من مزايا الاستقطاب الداخلي الاقتصاديه. اتنين، هل من مزايا الاستقطاب الداخلي وصول الاعلان الى التخصصات الدقيقه؟ خطا. ده الاستقطاب الداخلي هو مقتصر على فئه معينه، ممكن اكون محتاج تخصص، هذا التخصص مش موجود داخل المؤسسه فيحصل مشكله، وبالتالي دوت مش من مزايا الاستقطاب الداخلي. امكان فتح الباب لجميع التخصصات والمهارات الفنيه؟ لا، ده انا مش فاتح الباب، ده انا عامل غلق للتعيين على الموظفين الموجودين داخل المؤسسه، وبالتالي من مزايا الاستقطاب الداخلي اللي هو الاقتصادي. لتحقيق الغاية من مبدأ الجدارة في التعيين في المؤسسات الحكومية. تعرف الجدارة في التعيين؟ لو حضراتكم فتحتوا قانون الخدمة المدنية في أي دولة وداخل المملكة العربية السعودية يقول لك إيه؟ أن تعيين الموظفين في القطاع الحكومي قائم على مبدأ الجدارة. يعني إيه الجدارة؟ اللي هو الكفاءة، أن يتوافر فيه شروط معينة، 1 2 3 تتناسب مع العمل اللي هو هيشتغل فيه. وبالتالي دوت معنى كلمة الجدارة. لتحقيق الغاية من مبدأ الجدارة في التعيين في المؤسسات الحكومية، وجود جهاز مركزي متخصص في شؤون الموظفين، اتباع اسلوب اللامركزي في التعيين، اللامركزي، وجود لوائح وقوانين تفصيلية للتعيين داخل المؤسسات الحكومية. طبعا الإجابة ايه؟ الإجابة ألف وجيم فقط. ليه؟ علشان الجدارة في التعيين يا جماعة، علشان يكون في جدارة لازم يكون في جهاز مركزي متخصص علشان يضمن الحيادية التامة في التعيين، علشان يضمن ان مفيش وساطة. انما لو سيبنا ان كل مؤسسة تعين براحتها، ممكن كل واحد عارف شخص داخل المؤسسة ممكن يكون بالتعيين داخل المؤسسة يتعين، وبالتالي بيكون فيها ايه؟ وساطة وفيها محسوبية، وبالتالي ممكن يتم تعيين افراد غير جادرين بالوظيفة. انما لما يكون جهاز مركزي متخصص، لا ده بيكون اعلان عام بيشمل كل المواطنين، وبالتالي ده بيكون هناك بيتم اختيار الاكفأ والاقدر في الوظيفه، وبيكون بشكل فيه شفافيه وبشكل فيه موضوعيه تامه. الجيم بقى اللي هو وجود لوائح وقوانين تفصيليه للتعيين. طبعا حضراتكم يقول لك ايه؟ علشان تتعين وظيفه كذا لابد ان تكون حاصل على مؤهل معين او على تقدير معين، وان تكون اديت خبره معينه في مجال كذا. شروط وقوانين ولوائح بتنظم العمل وبتقول لك ايه شروط الالتحاق بالوظيفه. وبالتالي الاجابه ايه؟ الف وجيم فقط. انما اتباع اسلوب اللامركزي، ده الاسلوب اللامركزي في التعيين اللي هو ممكن نعمل دوت بيوزع بقى بيكتر عدم الشفافية، ممكن يكون في وساطة، تدخلات شخصية بشكل كبير جدا في عملية التعيين، وبالتالي دوت مش من بيحقق الجدارة. وعلشان احقق الجدارة يبقى ايه؟ الف وجيم فقط. يقوم على فكرة التلمذة المهنية، التدريب اثناء الخدمة ولا التدريب خارج الخدمة؟ التدريب اثناء الخدمة. تلمذة مهنية يعني ايه؟ اللي انت حضرتك اول ما تتعين كده في وظيفة معينة، اول يوم رايح بتروح تقابل وتسلم على رئيس المصلحه الحكوميه او المؤسسه الحكوميه، فرئيس المؤسسه بيقابلك ومش عارف ايه، وحضرتك ممكن يقوم واخدك من ايدك كده ويقوم قايل لك ايه؟
الاستاذ الفلاني الفلاني دوت استاذ كذا دوت هيكون رئيسك في العمل وهتتدرب تحت ايده خلال فتره زمنيه معينه، وعايزينك تتعلم منه كل شيء جديد، وانت خلال فتره زمنيه معينه ان شاء الله هتبقى كويس في العمل وهتفهم العمل بشكل سريع. ممكن تتم. هو خلاك تلميذ لاحد الاشخاص، جعل احد الاشخاص اللي موجودين داخل المؤسسه يعلمك كل شيء داخل المؤسسه ويدربك على كل شيء، وبالتالي ده تدريب ايه اثناء الخدمه. انما التدريب خارج الخدمه اللي هو ايه، اللي حضرتك سافرت بره مثلا تاخد دوره تدريبيه معينه، اللي حضرتك مثلا روحت مركز تدريبي تحصل على دوره تدريبيه في تخصصك، ده تدريب اثناء الخدمه. وبالتالي يقوم على فكره التلمذه المهنيه التدريب اثناء الخدمه وليس خارج الخدمه. طبعا الاجابه مكتوبه هنا كل ما سبق، يعني ارجو الناس تعدلها برضو، اللي هي الاجابه ليست كل ما سبق ولكن الاجابه ايه، الاجابه اللي هو التدريب اثناء الخدمه، لان التدريب خارج الخدمه تلمذه بس مش مهنيه. انت رحت ليه جهاز تدريبي متخصص، برنامج او مكتب استشارات او مكتب تدريب، وواحد عطالك دوره تدريبيه، هي تلمذه بس مش مهنيه، مش داخل العمل. انما التلمذه المهنيه اللي انت واحد قاعد معاك داخل المؤسسه وبيدربك كل خطوه من خطوات العمل بتتم ازاي، وبالتالي يقوم على فكره التلمذه المهنيه اللي هو التدريب اثناء الخدمه وليس الاجابه كل ما وصل. وان شاء الله يا جماعه كما وعدتكم ان شاء الله هحملها لحضراتكم في البلاك بورد وهصحح هذه الاشياء. من اساليب التدريب اثناء الخدمه 13، فتره التجربه، الدوران بين عده وظائف، شغل وظائف الغائبين، الاجابه كل ما سبق. فتره التجربه يعني ايه؟ حضرتك زي ما انت شايف كده في قانون الخدمه المدنيه، وانت تم تعيينك في الجهاز الحكومي للدوله، بيقول لك مثلا انت بالقلم الرصاص من الاخر، ممكن تسمعوا الكلمه ديت، يعني خلال 3 شهور بتكون فتره تجربه. لو حضرتك اثبتت نفسك بتكمل معانا، ما اثبتتش حضرتك مش هتتعين معانا ومش هتثبت، وده موجوده في القانون. ولكن هو يعني ايه، وفقا لجوانب انسانيه وجوانب العديد من الجوانب الاخرى، غالبا يعني العمليه اللي هو ما يتمش العمل، ممكن ما بيتمش فصل شخص، يعني عمرنا ما سمعنا حد تم فصله من 3 شهور الاولى، لان انا كمدير اقول لا دوت اكيد هيتعلم خلال الفتره اللي جايه حتى لو كفاءته ضعيفه في الاول. ولكن وفقا للقانون دوت بيدي الحق للمسؤولين في المؤسسه اللي هم يجربوا الموظف داخل المؤسسه لمده 3 شهور وهو جاي لسه جديد، لو ما اثبتش كفاءه بيتم فصله من العمل، وبالتالي ده تدريب. الدوران بين عده وظائف، اللي هو واحد لسه جاي جديد اقول لك والله انت النهارده هتشتغل في خدمه المبيعات، بكره هتشتغل في اداره الموارد البشريه، بعده هتشتغل في الحسابات، بعده هتشتغل في كذا، بخليك تلف في المنظمه وتلف بين كل الوظائف اللي موجوده. ليه؟ ايه السبب من كده؟ السبب من كده اللي انا عايزك تاخد خبره. وبالتالي دي فتره التدريب. النقطه اللي بعد كده، انت لسه جاي جديد ففي واحد غايب، تعالى اشتغل مكانه. ده مش اهانه ولكن ده ايه؟ تدريب. اي شخص غايب، انت لسه ما تخصصتش، انت لسه بتتدرب، اي شخص غايب بتروح تشغل مكان. وبالتالي الاجابه ايه؟ كل ما صار. المايك متاح يا جماعه، اي شخص عايز يسال سؤال تحت امركم. السلام عليكم دكتور. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. يعطيك العافيه دكتور راشد. الله يخليك. دكتور الحين المذاكرة وطرح أسئلتك للفاينل راح تكون من محتوى بس؟ من محتوى الأسئلة ولا من محتوى المقرر؟ إيه، أنا أسئلتك تبع الفاينل من محتوى؟ من المحتوى اللي موجود على البلاك بورد، يعني. إن شاء الله جميع أسئلة الاختبار من محتوى البلاك بورد. طيب دكتور، بس بما فيها الأسئلة والشرح، وكمان في بما فيها الأسئلة والشرح. طبعا الاسئله ممكن اجيب منها اسئله كتير جدا اللي انا بديها لحضراتكم دي، وممكن في اسئله تيجي من الشرح اللي انا بديها لحضراتكم، ولكن يعني اعتقد اللي هو ممكن اجيب لكم مثلا عدد كبير قوي من الاسئله، من الاسئله اللي انا شرحتها لكم في المحاضره ان شاء الله بشكل مباشر. يعني طيب دكتور، يعني بخصوص الاسئله اللي انت تسوي لها مثل كذا هالمراجعه، هي يعني راح تجيب منها في الفاينل ولا بس يعني لنا فهم واستيعاب؟ لا ان شاء الله هجيب منها في الفاينل.
يعني ان شاء الله هعتمد، يعني مش هعتمد عليها بشكل كلي، ولكن ممكن اجيب منها اي سؤال وهجيب منها ان شاء الله في الفاينل، بس طبعا مش كل الفاينل هيبقى منها يعني. ايه دكتور كويس. اه دكتور يعني الحين انا مثلا ذكرت لسه يعني هالاسابيع يعني بس ذكرت محتوى بس والاسئله، هل يعني راح انجح يعني دون ما سمعت اي مسجله منك يعني؟ والله حسب فهمك يعني، انت طبعا انت لو انت هتنجحي اوكي هتنجحي لو انت ذاكرت دوت، بس دايما لما انت تسمع المحاضره ممكن لو جه اي سؤال غير مباشر هتقدري تفهميه وتحليه بشكل مباشر يعني ان شاء الله، ولكن مذاكرتك لكل الشرائح وكل الاسئله هتخليك تنجحي وتجيبي تقدير ان شاء الله، تقدير عالي كمان. كويس. يعني من كم يعني دكتور؟ يعني مثلا دي بي بلس ولا ايه؟ ما يعني اعرفش شايف والله، الصراحه كانت محتوى يعني مباشرات حسب يعني. قدراتك والله، بعد ده ما اقدرش اقول لك يعني ايه في، ممكن حسب درجتك في المذاكره، انت ممكن تقري وتقول انا ذاكرت قريت المكرر سريعا وتقول انا ذاكرت المكرر كله وانت ما ذاكرتش اصلا في الاصل، فدوت حسب انت بتذاكر ازاي. انما اللي انا اقدر اوعدكم بيه الاختبار بالكامل من المحتوى الموجود عند حضراتكم في البلاك بورد بالكامل. طيب دكتور احنا نبغى اسئله تكون مباشره وسهله مثل الاختبار الفصلي والواجبات، ما نبغى يعني تعقيد وحوسه وايش يعني، ما نبغى يعني تكون مباشره. انتم تعاملتم معي في الاختبار الفصلي وتعاملتم معي في الواجبات، هل كانت الاسئله فيها صعوبه؟ ما حلو. ايوه. الاختبار النهائي ان شاء الله سيكون في نفس المستوى، لن يزيد مطلقا عن هذا المستوى اوكي تمام. يعطيك العافيه دكتور. ان شاء الله. تحت. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. يعطيك العافية دكتور. أهلا بيك. لو سمحت دكتور إذا ممكن تنزل لنا مراجعة في المحتوى في البلاك بورد. مراجعة في على البلاك بورد؟ إيه شاملة للمنهج. ما هديت أنا أصلا أنا عملت مراجعة شاملة للمنهج. آسف. عملت مراجعة شاملة المقرر بالكامل خلال الثلاث محاضرات المباشرة. احنا عملنا كده محاضرة مباشرة بالكامل. الو. ايوه عملنا مراجعة، عملنا في المحاضرة المباشرة الأولى، عملنا مراجعة على الفصل الأول والثاني، المحاضرة المباشرة الثانية عملنا مراجعة على الثالث والرابع، النهاردة عملنا على الخامس والسادس والسابع والثامن. وبالتالي احنا عطينا لحضراتكم أسئلة على كل المقرر بالكامل دلوقتي. فمش محتاجين بقى نعمل مراجعة تاني. أي استفسار تاني؟ الاختبار الفصلي بيكون كامل معانا في الاختبار، ما في جزء محدود. والله يعني الاختبار الفصلي انتوا حضراتكم عارفين انا معظم الاختبار الفصلي جبته منين؟ انت عارف انا معظم الاختبار الفصلي جبته منين؟ جبت، انت عارفه ان انا معظم اختبار الفصل جبته من الاسئله اللي انا كنت بديها لحضراتكم في الاختبار في المحاضرات المباشره، صح ولا لا؟ ولا مش متذكره؟ معظم الاسئله اللي انا كنت جايبها لكم في الاختبار الفصلي موجوده في المحاضره المحاضرات المباشره، وكنت جايب لكم الاختبار بشكل سهل وسلس بشكل كبير. المقرر كله معانا، بس ان شاء الله ان شاء الله هيكون الاختبار سهل، هيكون في مستوى الطالب المتوسط ان شاء الله رب العالمين، واي حد ذاكر المحتوى سيحصل على اي بلس. كل من ذاكر المحتوى بشكل كبير ان شاء الله يحصل على اي بلس. عايز استفسار اخر؟ ماشي تحت امرك. الو. السلام عليكم دكتور. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. السلام عليكم دكتور. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. حياك الله دكتور، أخوك أحمد الموسى معك. أهلا بك أستاذ أحمد، إزيك؟ أه تفضل. حياك الله دكتور، أول شيء ألف سلام ألف سلام عليك يا دكتور. أهلا الله الله يسلمك، أنا بعتذر بقى النهاردة جاي لكم بصراحة يعني تعبان جدا، بس إحنا طبعا ديت محاضرة مباشرة وأخيرة. معذور. فأعتذر يعني لو كنتوا أنتم مش فاهمين كويس الكلام اللي أنا بقوله يعني. لا لا بالعكس، الله يعطيك الصحة والعافية. الله يخليك. هذا يبين على وفاءك، الله يجزاك ألف خير دكتور. الله يخليك يا زلمة.
دكتور انا باقي ما عندي سؤال، بس والله بالحقيقه انا حاب اشكرك على طريقه شرحك المميزه، ويا ريت كل الدكاتره يتبعوا طريقتك في طريقه الاسئله والشرح عن كل سؤال بتفصيل. يعني انت قاعد تحط السؤال وتوضحه من عده اتجاهات وتخلي المعلومه ترسخ في عقولنا. الله يجزاك الف خير. ان شاء الله تحت امركم، ودوت واجبنا يا شباب ان شاء الله، وان شاء الله رب العالمين. ودوت اللي احنا كنا بنقوله من البدايه، ان الغرض من الاسئله ليس سرد اسئله واجابه فقط، ولكن الغرض من الاسئله اللي احنا بنعمل مراجعه بس بشكل جديد. يعني مثلا اجي اتكلم على اي بنشرح العناصر كلها يعني ان شاء الله. تحت امركم ان شاء الله. اديت ووفيت يا دكتور، انا شاكر ومقدر افضالك يا دكتور. الله يخليك، الله يخليك، مع السلامه، مع الف سلامه. ايوه السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم دكتور. اهلا بيك، ازيك؟ يعطيك العافيه دكتور على شرحك الجميل. الله يخليك. انا الحمد لله متابعتك من الاول، وجبت يعني الحمد لله درجاتي في الامتحان كامله. برافو. ان شاء الله يعني يكون اختبارك حلو ان شاء الله. برافو، وان شاء الله رب العالمين. طالما اخذتي الدرجه النهائيه في الاختبار الفصلي، ان شاء الله الاختبار النهائي هتحصلي على نفس الدرجه. وانا طبعا لا اتحدى طالب، والهدف من الموضوع اللي احنا حضراتكم اللي انتوا تعلموا كويس واللي انتوا تحصلوا على التقديرات، ما يهمنيش الناس كلها تحصل على تقديرات عاليه، ولكن ما يهمني اللي انتوا حضراتكم تستوعبوا الماده العلميه بشكل جيد. يعني ربي ان شاء الله والاختبار هيكون فيه متكلف وما تكلف. الله يخليك. السلام عليكم دكتور. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. دكتور بالنسبة لنا، والله ما تابعت ولا محاضرة، أكذب عليك أقول والله تابعت ولا تابعت المحاضرات المباشرة حتى؟ تابع موكل عيال فيها، خليني بعلمك الموضوع وش عشان تقدرني ولا بخير. أنت بتقولي أنت موكل ناس تسمع لك المحاضرات المباشرة؟ لا ولدي ما شاء الله عليه مو مدخن. خلاص ماشي، انت حر. دكتور انا شلال للحد الجنوبي، ما احنا في الرياض وهناك ما في شبكه انترنت. ايوه يلا بالتوفيق ان شاء الله رب العالمين. ان شاء الله اعتمد على المحتوى سواء كان الشرح او الاسئله، والاسئله طبعا كلها من المحتوى. انا جايب لحضراتكم اسئله علشان تسال على حضراتكم المراجعه اللي انت تذاكر ويتطبق مباشره، ودايما اتدربوا على ودايما عيدوا التكرار كويس، ان شاء الله تحصلوا على افضل التقديرات بمشيئه الله. دكتور استفسار بسيط بس. اتفضل. بس دكتور، هل المحاضرات المباشره مستوي على المنهج كامل او ارجع المحاضرات كامله؟ لا طبعا المحاضرات المباشره انا بجمع يعني طبعا ولا بشرح، يعني انا معقوله في المحاضره المباشره بتاعت النهارده هل انا شرحت خمس فصول كاملين؟ لا طبعا، ده الخمس فصول ده انا شرحتهم حوالي في 10 محاضرات، فما ينفعش. انا بقول بعض العناصر اللي موجوده في الفصول، انما ما غطيتش كل حاجه طبعا. الله يعطيك العافيه. انما ما موجود داخل المحاضرات المباشره مهم، يعني مش هضحك، مهم، وبالتالي يعني اشياء كتيره ممكن اجيبها في الاختبار، بس بقى حته اللي هي كفل النجاح ديت لا، يعني لازم تذاكر المحتوى ان شاء الله. ويعطيك ان شاء الله اني ناجح ان شاء الله رب العالمين، وتحصل ان شاء الله على تقدير كبير. ويعطيك العافيه بالتوفيق ان شاء الله. دوت بقى يا جماعه من مزايا التدريب خارج العمل، قله النفقات، التنظيم الناجح، وجهات نظر مختلفه. طبعا الاجابه ايه؟ الاجابه كل ما سبق، لان التدريب خارج العمل بتروح حضرتك بتروح تحصل على دوره تدريبيه معينه، فدوت بيكلف المنظمه اقل. بيكلف المنظمه اقل لان حضرتك بتروح في وسط مجموعه فيها 20 فرد 50 فرد، وبالتالي ده بتوزع التكلفه فبيقلل النفقه. النقطه الثانيه ان مراكز التدريب عندها تنظيم ناجح. تنظيم ناجح للدورات التدريبيه، عندها برامج جاهزه، عندها استشاريين، عندها مدربين على اعلى مستوى من الكفاءه، وبالتالي ديت ميزه. النقطة اللي بعد كده أيضا من مزايا التدريب خارج العمل، اللي أنت بتسمع وجهات نظر مختلفة عن اللي أنت اتعلمتها في المؤسسة. أنت بتشتغل في مؤسسة حكومية ورحت تتدرب بره. التدريب بره دي أنت بتتعامل مع موظفين آخرين في مؤسسات أخرى، بتتعامل مع مدرب قد يكون استشاري في أحد الجهات، وبالتالي بتستمع إلى وجهات نظر مختلفة. هذا الاختلاف في وجهات النظر بيثقل معارفك وبيثقل
مهاراتك في المؤسسة. ده من مزايا التدريب خارج العمل، وبالتالي إجابة إيه؟ كل ما صب. من مزايا التدريب أثناء الخدمة، التدريب أثناء الخدمة ليه مزايا، وانت بتتدرب أثناء الخدمة اللي انت بتتدرب على الأشياء اللي انت محتاجها فعليا، رئيسك بيدربك على اللي انت محتاجه فعليا، وبالتالي مفيش اختلاف ما بين بيئة التدريب وبيئة العمل، انت بتتدرب وبتعمل في نفس المكان. النقطة اللي بعد كده، التدريب بيكون أكثر فعالية. ليه؟ لأن أنت بتتعود وبتمارس التدريب بشكل فوري، يعلمك الشخص ويقول لك جرب اشتغل قدامي وهكذا، وبالتالي التدريب بيكون أكثر فعالية. النقطة اللي بعد كده، التمرس على العمل أثناء التدريب، أنت بتتمرس على عملك وأنت بتحصل على التدريب، وبالتالي الإجابة إيه؟ كل ما سبق. الحوافز نقط تشمل طبيعة العمل ومحتوى الوظيفة. طبعا اتكلمنا عن الحوافز، في عند حوافز مستمدة من الوظيفة، في عند حوافز مالية، في عند حوافز تابعة لعلاقات العمل، في عند حوافز من بيئة العمل الإدارية المكانية. طبعا كلمة الحوافز اللي هي الأشياء اللي بتحفز الموظف على الإنتاج. حوافز بتشمل طبيعة العمل ومحتوى الوظيفة، اللي هي حوافز مستمدة من الوظيفة. في واحد كده عندما يمارس أحد المهن بيكون لديه حافز قوي للعمل نتيجة اسم الوظيفة بتاعته أو محتوى الوظيفة. يعني مثلا في طالب في اللي يقول لك مثلا انا بذاكر بشكل كبير جدا في الثانويه العامه علشان يحصل على يتخرج من كليه الطب، هو لا يهمه فلوس ولا يهمه فتح مستوصف، ولكن هو يهمه الاسم الوظيفي. او واحد بيتعب وعايز يحصل على درجه الدكتوراه، هو لا يهمه ان يعمل اصلا، ولكن هو عنده حافز للمذاكره بشكل قوي والجدية في العمل لكي يحصل على اللقب أو المسمى الوظيفي. وهذه الوظيفة لها طبيعة عمل معينة، فده يعد بالنسبة له حافز. حافز مالي اللي انت بتشجع الموظفين عن طريق المكافآت المالية، تديله فلوس يشتغل. حافز تابع العلاقات، العلاقات العمل الإيجابية بين الموظفين، علاقات العمل الإيجابية ما بين الموظفين والمديرين، دي طبعا كلها يعتبر حافز بحفز الموظف. حافز عمل من بيئة العمل الإدارية، بيئة العمل الإدارية حضرتك بتشتغل في منظمة، لما تكون توافر المعلومات كلها متوافرة عندك، لما يكون في شفافية في اتخاذ القرار، لما بيكون في مشاركة لحضرتك في اتخاذ القرار، لما بيبسط لك مديرك، لما المدير بيتصل بيك وبيتعاون معاك وحضرتك بتتعاون معاه وبتشاركه في اتخاذ القرار، دي كلها بيئة عمل إدارية محفزة للعمل. وبالتالي من المحفزات، في عند ممكن يكون محفزات مستمدة من الوظيفة، محفزات مالية، محفزات تابعة لعلاقات العمل أو نابعة من علاقات العمل، محفزات نابعة من بيئة العمل الإدارية المكانية. وبالتالي يا جماعة، الحوافز اللي بتشمل على طبيعة العمل ومحتوى الوظيفة دي الحوافز المستمدة من الوظيفة. النقطة اللي بعد كده اللي هو الحوافز نقط بتشمل نظام الإجراءات الإدارية، الاتصالات وتوافر المعلومات، دي اللي احنا قلناها الوقت لو بيئة العمل، ده محفز حضرتك لما تشتغل في بيئة عمل فيها شفافية، فيها توافر معلومات، عايز تحصل على أي معلومة بتحصل عليها، نظام الاتصالات جيد بينك وبين رؤسائك، بينك وبين مرؤوسيك، بينك وبين زملائك، نظام الاتصالات إيجابي قائم على المشاورة، قائم على المحبة، قائم على التعاون في اتخاذ القرارات، ليس قائم على التعصب، ليس قائم على إصدار الأوامر وفقط. وبالتالي دي كلها محفزات، ولكنها تسمى محفزات نابعة من بيئة العمل الإدارية داخل المؤسسة. في عند أيضا حوافز تشمل علاقات الرئيس بالمرؤوس وجماعة العمل، للعلاقات الإيجابية دي محفز ولكنها تابعة لعلاقات العمل زي ما شرحنا لحضراتكم من شوية. من مزايا الترقية الأدمية، طبعا زي ما احنا اتكلمنا قبل كده يا جماعة في المحاضرة متعلقة بالموارد البشرية، وقلنا في عنده علم الترقية، في ترقية بالأقدمية وفي ترقية بالكفاءة. الترقية بالأقدمية اللي يقول لك حضرتك علشان تترقى للدرجة الأعلى لازم تمر عليك 5 سنوات، وبغض النظر عن كفاءتك، كفاءتك ضعيفة بتترقى، كفاءتك عالية بتترقى. طبعا هذا الموضوع أو هذا النظام ليه مزايا. مزايا إيه؟ إنه هو تجنب تدخل الاعتبارات الشخصية. أيوة ألو، تجنب تدخل الاعتبارات الشخصية. الترقية بالأقدمية ما بيكونش بقى في وساطة، ليه؟ لأن في التزام بالقانون. حتى والله لو أنت داخل مؤسسة ووالدك هو من يعمل رئيس مجلس الإدارة مش هقدر يرقيك. ليه؟
مش هيقدر يرقيك لان في التزام بالقانون، القانون بيقول ان انت لازم يمر عليك مثلا 5 سنوات علشان تترقى، وبالتالي لا يجرؤ اي شخص ان يقوم بترقيتك مهما كانت الظروف طالما كان هناك نص قانوني بينص على ان هناك فتره زمنيه لابد ان تمضى للحصول على الترقيه. دي الميزه الاساسيه وتعتبر الميزه يمكن الوحيده كمان في مزايا الترقيه الادميه. هل من مزايا الترقيه تقدير ذوي المواهب الاداريه؟ ده بالعكس، ده بتقتل المواهب. ده انت لما بتدخل داخل مؤسسه بتقول انا كده كده هترقى بعد 5 سنين سواء كنت ضعيف او عندي مواهب، لا ده انت ساعتها بقى مش هتهمل في العمل، مش هتهتم، مش هتبدع. ليه؟ لان انت كده كده هتحصل على الترقيه بعد مرور فتره زمنيه معينه، وبالتالي لا تقدر المواهب الاداريه. زياده انتاجيه العاملين نتيجه المنافسه الايجابيه بينهم طبعا خطا، ده بالعكس، ده الترقيه بالاداميه بتقتل لوح المنافسه، بتقتل المنافسه كليه، وبالتالي دوت بيخفض انتاجيه الموظفين. ليه؟ لان انت كده كده هتتحصل على الترقيه بعد 5 سنوات او بعد 4 سنوات، سواء كانت انتاجيتك ضعيفه عاليه انت كده كده هتحصل على الترقيه، وبالتالي ديت كلها مش مزايا. الميزه الوحيده اللي هي من مزايا الترقيه بالاداميه تجنب تدخل الاعتبارات الشخصيه اللي هي الموضوعيه والشفافيه. من الاسباب طبعا يا جماعه في نقطه ثانيه، في عندي شيء تاني اللي هو الترقيه اللي انت ما فيش السؤال ده مش موجود، اللي هو الترقيه بالكفاءه. ترقيه بالكفاءه يعني ايه يا جماعه؟ ترقيه بالكفاءه اللي هو لا غير موضوع او غير لا يتم الاهتمام بالعمر الوظيفي او بقضاء فتره زمنيه معينه. يقول لك عندما تكون كفء في عملك، عندما يكون لديك مهارات عاليه سيتم ترقيتك حتى لو بقالك 3 سنوات فقط داخل المؤسسه. يعني مش بعيدة قوي تدخل داخل احد المؤسسات وتلاقي رئيس مجلس الادارة مثلا عنده 32 سنة او 33 سنة، هو عنده خبرة، اثبت كفاءة، اثبت خبرة ومهارة عالية جدا في العمل فتم ترقيته وفقا لايه؟ وفقا للكفاءة. ودوت اللي بيتم فيه العديد من الدول الغربية، ويمكن دوت من الاسباب الرئيسية في التقدم هذه الدول، اللي هو بيتم الاهتمام بالترقية القائم على الكفاءة وليس الأدمية. ولكن هذا الترقية على اساس الكفاءة لها عيب خطير. عيب خطير ايه؟ التحيز الشخصي. انا ممكن اكون بشتغل، انا ممكن اكون مدير وبيشتغل تحت ايدي موظف، وهذا الموظف لديه كفاءة عالية، فاكتب هذا الموظف عنده كفاءة عالية ولكن العلاقة بينه وبينه سيئة، فممكن اكتب فيه تقرير انه هذا الموظف لا يقوم بواجباته الوظيفية وكذا وكذا، واكتب فيه تقرير سيء. هذا التقرير يحيل دانا ترقيته، ما يترقاش في الوظيفة بتاعته نتيجة ايه؟ ان العلاقة الشخصية بينه وبين هذه الموظف سيئة. وفي نفس الوقت ممكن يكون موظف كفاءته ضعيفة وكفاءته منهارة ونتيجة العلاقة الايجابية بينه وبينه فرقيه. فطبعا ديت مشكلة. فالترقية بالكفاءة لها مزايا ولها عيوب، عيوبها التحيز الشخصي، وبالتالي لابد ان يكون هناك امانة ولابد ان يكون هناك وعي من قبل الموظفين في عملية هذه الترقية. علشان عيوب الترقية بالأدمية وعلشان هناك عيوب للترقية بالكفاءة، معظم الدول الوقت يا جماعة بتاخد بالمبدأ المزج ما بين الاثنين. معظم الدول في الوقت الحالي اللي هو قائم على الأدمية والكفاءة، زي ما حضرتك بتشغل موظف في الحكومة يقول لك علشان تترقى إلى الدرجة العليا لابد أن يكون تقرير الأداء بتاعك أو تقرير الكفاءة بتاعك ممتاز. النقطة الثانية اللي أنت تكون قضيت في المنظمة أو في الوظيفة اللي أنت فيها 3 سنوات على الأقل. دمج ولا ما دمجش؟ دمج. يقول لك ايه؟ اللي انت تقعد او تقضي 3 سنوات في الوظيفة وفي نفس الوقت تحصل على تقدير ممتاز. عامل زي الترقية في وظيفتي انا، انا كأستاذ جامعي حصل على درجة الدكتوراه. يقول لك علشان تترقى أستاذ لازم يمر مثلا عليك 5 سنوات الحد الأدنى. مهما كنت لو كنت أفضل علامة على مستوى العالم ما تقدرش تاخد درجة الأستاذية إلا بعد مرور مثلا 5 سنوات بعد الأستاذ المشارك. ده هل ده المعيار الوحيد؟ هل كله بيتم ترقيته بعد ال5 سنوات؟ لا، ده لازم تنشر 5 أبحاث في مجلات عالمية ومجلات معترف بها في المجال اللي حضرتك بتشتغل فيه. يبقى انت دوت اللي بيضمن الكفاءة. يبقى هو كده عامل ايه؟ عمل كفاءة وعمل أدمية. يقول لك اللي انت تنشر 5 أبحاث في مجلات عالمية او مجلات مرموقة او مجلات معترف به. النقطة التانية اللي يمر عليك 5 سنين، لو احد الشرطين مش عندك ما تقدرش تترقى. هو دمج ما بين الترقيه بالاقدميه والترقيه بالكفاءه، ودوت اللي موجود داخل المملكه العربيه السعوديه وده اللي موجود داخل عندنا مصر.
لما الترقية بالأدبية بيور كده ده كارثة، والترقية بالكفاءة فقط دي أيضا تعد فيها مشاكل التحيز الشخصي، وخاصة في العديد من الدول بتاعتنا. يمكن العملية في قد يكون الترقية بالكفاءة في العديد من الدول الغربية قد يكون في نجاح بشكل كبير عن الدول النامية. النقطة اللي بعد كده، من أسباب نقل الموظف، هو الموظف بيتنقل، في أنا ممكن أنقل الموظف عشان يتدرب في إدارة تانية، ممكن أنقل الموظف علشان في إدارة فيها فائض وإدارة فيها عجز فبعمل تحويل، أخد موظفين أو استقطب موظفين من الإدارة اللي فيها فائض وأوصلهم للوظيفة اللي فيها عجز. أي استفسار يا جماعة؟ أنا مستني استفساراتكم. نقل علاجي أو نقل تأديبي، اللي هو واحد أو شخص في وظيفة معينة وكفاءته منخفضة، فممكن أودي أحد الإدارات اللي هو ممكن يقدر يشتغل فيها أكتر، أو ممكن أنقله في وظيفة أخرى تأديبا له، لأنه لا يقوم بمهامه الوظيفية بشكل جيد. وبالتالي نقل الموظف نقل تدريب، نقل تنظيم، نقل إيه؟ نقل علاجي. تغيير كده، احنا خلصنا الأسئلة المتعلقة بالموارد البشرية. ندخل على الأسئلة المتعلقة بالإصلاح الإداري. طبعا الإصلاح الإداري في محاضرة لحضراتكم نزلت أمس متعلقة بالإصلاح الإداري، ولسه في محاضرة مسجلة إن شاء الله هتنزل لحضراتكم على البلاك بورد خلال هذا الأسبوع، وهتكون كده أنهينا المقرر بتاعنا إن شاء الله رب العالمين. إحنا يا جماعة لما بنتكلم على إصلاح إداري دائما على الفضائيات وفي الجرائد والصحافة وفي مواقع الانترنت ما نسمع مصطلح الاصلاح الاداري داخل الدولة، وما شاء الله المملكة العربية السعودية لها باع طويل في قضية الاصلاح الاداري. فالاصلاح الاداري يعني ايه؟ ما ينفعش حضرتك تكون خريج ادارة اعمال وواحد بيسألك يا ابني يقول لك انت مثلا اصلاح اداري يعني ايه، فما تقدرش تقول له ما اعرفش، لا تبقى مشكلة. اصلاح اداري يعني تغيير مقصود او تعديل في الهياكل. خلي بالكم من المفهوم، في الهيكل والافراد والاساليب. شوفوا ثلاث اشياء، في الهيكل والافراد وفي الايه وفي الاساليب الاداريه المتبعه ليه، علشان احسن مخرجات الجهاز الاداري. هو الجهاز الاداري للدوله وجد من اجل ايه؟ الجهاز الاداري للدوله وجد من اجل تقديم افضل خدمه للمواطنين، وبالتالي الاصلاح لابد ان يكون هناك اصلاح اداري مستمر لكي يتم تقديم افضل خدمه للمواطن. فالاصلاح الاداري بغير في الافراد، مش هغير في الافراد يعني اشيلهم واجيب غيرهم، لا، اللي انا اطور في مهاراتهم من خلال التدريب، اللي انا اطور في اساليب الاداره، استخدم اساليب الاداريه الحديثه، اللي انا اغير في الانظمه والقوانين، اللي انا اغير في الهياكل التنظيميه، اللي انا اغير في نطاق الاشراف، اللي انا اغير في نظام المركزي ولا مركزي، اللي انا اغير في نظام تفويض السلطات، اللي انا اغير في درجه الجمود والبيروقراطيه المعقده داخل الجهاز الاداري للدوله. وبالتالي تغيير مقصود في الهياكل والافراد والاساليب الاداره لكي يتم تحسين مخرجات الجهاز الاداري. هل ده ما يسمى بالاصلاح الاداري؟ هل دوت يسمى اعاده التنظيم، التنميه الاداريه، التحديث الاداري؟ طبعا الاجابه الاصلاح الاداري. خلي بالك، الاصلاح الاداري بيشمل اعاده التنظيم، وبيشمل التنميه الاداريه، وبيشمل التحديث الاداري. يعني الاصلاح الاداري دي قضيه شامله واسعه، بياتي تحت الاصلاح الاداري اعاده التنظيم والتنميه الاداريه والتحديث الاداري. مصطلحات قد يكون فيها تشابه بالنسبه لاذهان البعض. احنا اخذنا اعاده التنظيم قبل كده. اعاده التنظيم يعني اعاده بناء الهيكل التنظيم. في عندي مشكله، في عندي كارثه، في عندي اخطاء داخل المنظمه، فبعيد بناء الهيكل التنظيم. تنميه اداريه يعني ايه؟ يعني تنميه الافراد فقط. تنميه اداريه تقتصر على المورد البشري او العنصر البشري داخل المؤسسه، وتنميه الجهاز الاداري للدوله لا تاتي الا من خلال تنميه العنصر البشري. تحديث اداري يعني تحديث قوانين، تحديث لوائح، تحديث أنظمة، تحديث أساليب في العمل، تحديث أساليب الإدارة، تحديث في التكنولوجيا المتبعة. وبالتالي الإصلاح الإداري زي ما انتم حضراتكم شايفين في التعريف، تغيير مقصود في الهياكل ده إيه؟ إعادة تنظيم. في الأفراد ده إيه؟ تنمية إدارية.
في اساليب الاداره دوت ايه تحديث اداري، خدت بالكم يا جماعه؟ يعني شوف المفهوم شامل، شامل اعاده التنظيم اللي هو التغيير في الهيكل، شامل التنميه الاداريه اللي هو التغيير في الفرد، شامل التغيير في اساليب الاداره اللي هو التحديث الاداري، وبالتالي الاصلاح الاداري عمليه شامله. اجراء تعديلات في الهيكل التنظيمي الخاص بالمؤسسه يدخل في نطاق الهيكل التنظيمي. هيكل تنظيمي يعني ايه؟ تغيير في المستويات الاداريه، تغيير في العلاقات ما بين الرؤساء والمرؤوسين، نقل او دمج ادارتين، الغاء اداره، ده كله تغيير في الهيكل التنظيمي. ده اسمه ايه؟ اعاده تنظيم وليس اصلاح اداري. اصلاح اداري اشمل بكده بكتير. تنميه الافراد في المؤسسات الحكوميه من خلال التدريب بيدخل تحت ضمن ايه؟ التنميه الاداريه. لان قلنا اصلاح اداري ايه؟ شامله. اعاده تنظيم هيكل تنظيمي، تنميه اداريه افراد، تحديث اداري، اساليب واساليب وادوات وتكنولوجيا ومبادئ والات ومعدات وقوانين ولوائح. تطوير او تغيير الادوات التقنيه والنظم والقوانين يدخل في نطاق التحديث الاداري. اعتقد اسئله كلها سهله. بالخصائص الاصلاح الاداري شامله مستمره طلب روح الفريق، طبعا الاجابه كل ما سبق. الاصلاح الاداري عمليه شامله زي ما وضحنا الوقت. هل الاصلاح الاداري عمليه غير مستمره بتمر لفتره زمنيه محدده، ولا الاصلاح الاداري ده عمليه مستمره خلال طول ما موجوده المنظمه؟ طبعا الاصلاح الاداري موجود باستمرار، لان في ناس دائما يا جماعه بتخطئ، يقول لك ايه اصلاح اداري معنى كده ان في مشكله فاحنا بنصلحها. هل الكلام ده مظبوط؟ هل الكلام ده صحيح؟ طبعا هذا الكلام غير صحيح. مش لازم علشان يكون في اصلاح يبقى يكون في كارثه او يكون في خطا. انا ممكن اكون ادائي كويس جدا بس عايز اكون اجود مستقبلا، ممكن اكون بكون او بقدم خدمه مرضيه للمواطن بس عايز المواطن ينبهر بادائي مستقبلا، ممكن انا اكون مستوايا جيد في تقديم الخدمات عايز اكون اجود مستقبلا. فبالتالي اصلاح اداري مستمر. المنظمه والحكومه بتعمل في بيئه متغيره، كل يوم في تغيرات، في تغيرات اقتصاديه، في تغيرات تكنولوجيه، في تغيرات بيئيه طبيعيه، في تغيرات قانونيه وتشريعيه. هذه التغيرات بتجبرني انا كمؤسسه ان انا اعمل اصلاح مستمر. يعني مثلا بالقضاء الاصلاح، الدوله عندما تهتم بالحكومه الالكترونيه، بالحكومه الالكترونيه، الحكومة الإلكترونية ده يعد من نواحي الإصلاح. حضرتك كنت الأول علشان تدفع فاتورة الكهرباء تروح شركة الكهرباء وتقف في طابور فيه 50 فرد والموظف تلاقيه مصدع ومش فايق لك ياخد منك الفاتورة، وممكن يحصل أخطاء وممكن يحصل ضغوط وبتضيع وقت وبتستهلك بنزين سيارة أو بتستهلك أجرة للمواصلات وبتضيع وقت ممكن تستغله في شيء تاني أفضل. إنما عمل إصلاح إداري اللي هو زي الحكومة اهتمت بالحكومه الالكترونيه. حضرتك قاعد في البيت على مكتبك او قاعد في البيت مرتاح الساعه 2 بالليل او في اي فتره انت عايزها، بتدخل على الموقع بتدفع فاتوره الكهرباء. اصلاح اداري، اصلاح اداري اللي احنا اعتمدنا عملنا تحديث في التكنولوجيا، طورنا التكنولوجيا من الاسلوب اليدوي والاسلوب الالي. هل معنى كده ان الاسلوب الماضي كان فيه مليء بالاخطاء ومليء بالمشاكل؟ ما هو كان شغال وزي الفل، ولكن احنا عايزين نتطور، عايزين نحسن بشكل مستمر، فعملها مستمر. طبعا الاصلاح الاداري علشان ينجح لابد ان يكون لك روح فريق. زي ما انتم عارفين يا جماعه اي خطوه اصلاح او اي خطوه تغيير ممكن تقابل بمقاومه. مقاومه زي حضرتك ممكن تكون مدير مؤسسه وعايز تغير وعايز تعمل اصلاح، تلاقي في مقاومه من قبل الموظفين مش مساعدينك، مش موافقين على اللي انت عايز تعمله، هم مريحين دماغهم، هم تعودوا على نظام عمل معين فمش عايزين يغيروا وبالتالي بيقاوموا عمليه التغيير. فعلشان الاصلاح الاداري ينجح لازم يكون في روح للفريق، لازم كلهم يعملوا بشكل روح الفريق، التعاون الجماعي. لابد ان يكون كل فرد داخل المؤسسه لديه القدره على تحمل المسؤوليه، وبالتالي الاجابه كل بسيطه. من طرق الاصلاح الاداري الجذريه في ادخال التغيرات، تقليص يعني اعداد العاملين بالجهاز الحكومي، التمكين الاداره الحكوميه باسلوب قطاع الاعمال اللي هي اعاده اختراع الحكومه،
طبعا الاجابه كل ما سبق، انا عارف ان انتم ممكن ما سمعتوش المحاضره متعلقه بهذا الفصل، ان شاء الله تسمعوها، موضوع جميل جدا وهتستفيدوا منه ان شاء الله. فانا بقول من طرق الاصلاح الاداري الجذري تقليص اعداد العاملين بالجهاز الحكومي في دول، على فكره ده اقرب طريقه من طرق الاصلاح. الدوله عايزه تعمل اصلاح اداري، اقرب حاجه ليها يقول لك احنا عايزين نقلص اعداد الموظفين اللي موجودين في قطاع الحكومه، وما شايفين ان القطاع الحكومي فيه تضخم وظيفي، هذا التضخم الوظيفي عدد كبير مهول جدا من الموظفين بيعملوا فيه، جيش من الموظفين بيعمل فيه الجهاز الحكومي، وهذا العدد المهول انا مش محتاجه. فانا بعمل ايه؟ اقول لك اقلص اعداد العاملين بالجهاز الحكومي عشان اخفض رواتب، عشان نزيد الكفاءه. دوت من طرق الاصلاح. تمكين. تمكين يعني ايه؟ تمكين الموظف، تديله صلاحيات، تديله سلطات، تشاركه في اتخاذ القرار، تعمل له تفويض سلطه، تحسسه بقيمته داخل المؤسسه، تشعره بالاهتمام. ليه؟ علشان انتاجيته تزيد. ده التمكين. ما يتمش الاتصال بشكل رأسي اللي هو اصدار اوامر وتعليمات فقط، بتعتبر ان الموظف داخل المؤسسه آله، وده شيء سيء يا جماعه. وبالتالي من الاصلاح الاداري اللي هو يكون هناك تمكين للموظف، ان انا اوزع السلطات، ما تكونش السلطات في يد رئيس مجلس الاداره مثلا او المدير فقط، يعني تكون السلطات موزعه ما بين العاملين داخل المؤسسه. ايوه اتفضلي الدكتور. انا مش باقي محاضره واحده في الزهر، انا مسجله خلاص. محاضره واحده مسجله ان شاء الله، محاضرة واحدة فقط. في 17 محاضرة موجودين عند حضراتكم على البلاك بورد، يتبقى محاضرة بمشيئة الله تعالى. طيب دكتور، اللي تقول قبل شوي المحتوى والشرح والمراجعات، الشرح والشرح فين؟ الشرح اللي هو اللي انا قصدي المراجعة والكلام اللي هو موجود، المحتوى الموجود الخاص بالفصول. في ناس بتتخيل اللي هي تعتمد فقط على الاسئله اللي انا بديها لحضراتكم، لا طبعا ده لا يجوز. المحتوى بالكامل اللي حضراتكم تعتمدوا عليه. لا اكيد اكيد دكتور. ان شاء الله. بالتوفيق ان شاء الله. يعطيك العافيه والله دكتور، وان شاء الله ما يكون جميل. ان شاء الله رب العالمين. ان شاء الله. من طرق الاصلاح الاداري الجزئيه مده صلاحيات بعد الخدمه، تبسيط الاجراءات اللا مركزيه كل ما سبق. يبقى كل ما سبق مده صلاحيات بعض الخدمات يعني ايه يا جماعه؟ يعني حضرتك بدل ما تروح تعمل رخصه سواقه لمده سنه، الحكومه دلوقتي بتدي لك رخصه سواقه لمده 10 سنوات. ديت مده صلاحيات بعض الخدمات اللي احنا نبسط اجراءات، ما يكونش في روتين معقد، اللي هو كل في لا مركزيه، اللي يكون في توزيع للسلطات كل ما سبق. من معوقات الاصلاح الاداري طبعا ضعف، ولان احنا جالنا رساله للاسف بانتهاء المحاضره، في احد الاساتذه هيجي بعدنا. احنا ان شاء الله يا جماعه هو كده سؤالين ان شاء الله، اسف في احد الاساتذه المفترض ان هو ياخد القاعه بعدي مباشره، فاحنا كده نهينا المحاضره بتاعتنا النهارده. سعدت بحضراتكم وسعدت بالتعامل مع حضراتكم وشرح هذا المقرر الجميل. اي استفسار يا جماعه؟ عامة يا جماعة عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ايوه ايوه السلام عليكم. ايوه السلام عليكم. نعم
الصوت مش واضح. المشاعر مثل الجامعات والطرق قالوا توصف النفقات كيف تدخلكم؟ نعم أنا عندي استفسار بخصوص الرياضة تقسيم النفقات استفسار لكم تماما مشاعر المدن والطرق والجامعات إذا تستنون كل نقطة بروحة كيف؟ اللي هو إنشاء الطرق والجامعات والمدن نفقة استثمارية. ما هو كلمة استثمار يعني إيه؟ في سؤال رقم 8 هنا النفقة إنشاء المدن والجامعات والطرق إذا تم تقسيم السؤال يعني ذكرنا المدن دول بحثة دكتور هنا استفسار بسؤال رقم 8 نعم استفسار في سؤال رقم 8 هنا النفقات في سؤال رقم 8 إنشاء المدن والجامعات والطرق إذا تم تقسيم السؤال كيف يتم التقسيم؟ لا أنا كنت بحسب لا هي تقسيم كل ما صار مدن انشاء المدن كل نفقات ايش تعد نفقات انشاء المدن كل ما سبق لان انشاء المدن نفقه عامه بتخص كل المواطنين الجامعات هل ديت بتخص فئه محدده من الدوله من المواطنين ولا بتهم كل الافراد اللي موجودين داخل الدوله وبالتالي ديت نفقه عامه نفقه عاديه لان النفقات لان احنا نفقة عادية لأنها نفقة قلنا النفقات غير العادية النفقات اللي بتتم في حالات الحروب في حالات الكوارث دي نفقة غير عادية أما إنشاء مدن إنشاء جامعات إنشاء طرق دي نفقة عادية نفقة استثمارية ولا نفقة جارية لا نفقة استثمارية لأن أي إنشاء مدينة جديدة نفقة استثمارية بنستفيد بها على المدى الطويل وممكن تحقق لنا أرباح كمان في المستقبل الصوت على فكرة أساسي للأسف ممكن حضرتك تكتبي الصوت مش واضح الصوت مش واضح برضو الصوت مش واضح مش سامع الصوت مش واصلنا اصلا الو دكتور ايوه هي تسأل تقول هي تسأل البنت تقول لك تعد لو جات سؤال تعد نفقات انشاء المدن الجديده هذا يعتبر ايش نفقه اي نفقه بالضبط هو يعتبر كل ما سبق هو نفقه عامه ونفقه عاديه ونفقه استثماريه لو جه ما هو السؤال قدام حضرتك اهو هو يعد نفقه عامه ويعد نفقه عاديه ويعد نفقه استثماريه طبعا انا عارف ان هي موجوده في المحتوى اللي هي نفقه استثماريه انا وانا كنت بقول بشرح في المحتوى بقول النفقات الاستثماريه هي النفقات الراسماليه التي يتم الاستفاده بها خلال المدى الزمن الطويل زي او مثل انشاء المدن الجديده وانشاء الجامعات ده موجود عند حضراتكم في المحتوى ولكن هي تعد نفقة استثمارية وتعد عادية وتعد عامة فالإجابة كل ما سبق فلو جالك السؤال كده تحل كل ما سبق خلاص كده يا جماعة احنا انهينا المحاضرة بتاعتنا النهاردة ان شاء الله تبقى لنا محاضرة مسجلة واحدة ان شاء الله هتحمل لحضراتكم على البلاك بورد نراكم على خير ان شاء الله في مكرر دراسي اخر سعدت وشرفت بالتعامل مع حضراتكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته وآخر حاجة بعد السلام اللي هو طبعا بالنسبة للاختبار مش عايز الناس تقلق مش عايز الناس تتوتر الاختبار ان شاء الله هيكون فيه مستوى الطالب المتوسط
الاختبار بالكامل ان شاء الله تعالى هيكون من المحتوى، سواء كانت من الاسئله او من الشرائح اللي موجوده على البلاك بورد الاخرى ان شاء الله. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.